الزملاء إذا تكرمتوا الجلوس في أماكنكم أرجو إغلاق البوابات. الزملاء إذا تكرمتوا الجلوس في أماكنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالت في الآونة الأخيرة أصوات أمريكية تسعى لتغيير الحقائق وتجاوز الحقوق، وما تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الذي دعا فيه للاعتراف بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجولان العربية السورية إلا خطوة جديدة من خطوات الانحياز الأمريكي وانسحابه كوسيط نزيه ومحايد من العملية السلمية التي يفترض أنها تسعى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس عودة الحقوق لأصحابها الشرعيين. إننا في مجلس النواب وإذ نرفض مثل هذه التصريحات والمواقف التي تتجاوز قرارات الشرعية الدولية وتزيد من تعقيد المشهد في منطقتنا وتنذر باستمرار حالة عدم الاستقرار عبر دعم الاحتلال الإسرائيلي في تماديه وظلمه، نؤكد رفضنا لسياسات فرض الواقع وتضييع الحقوق. وعليه نرى أن جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي العربية هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع برفع الظلم الذي لحق بأبناء أمتنا جراء تطاول المحتل وغطرسته وبشاعة أفعاله. الزميلات والزملاء، لقد أصدرنا في الاتحاد البرلماني العربي بياناً يدين بأشد العبارات موقف الرئيس الأمريكي ويؤكد التضامن مع سوريا الشقيقة ومساندتها ودعم حقوقها في استرجاع أراضي الجولان، وعليه يتوجب توحيد الجهد البرلماني الأردني مع منظومة البرلمانات العربية نحو مواصلة التحشيد في المحافل الدولية لتعرية الموقف الإسرائيلي والضغط من أجل عودة الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته كاملة السيادة على أرضه وعاصمته القدس، مساندين بذلك جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ما زال متصدرا جهود أمتنا في الدفاع والتصدي لحقوقنا العربية والانتصار للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني إذا تؤيد هذا البيان سنصدر موافقة. تفضل أبو حسين. يا أخوان بس دقيقة إذا سمحتوا، هلا بس افتتح الجلسة مع أبو صالح بعطي. أعطي الرئيس، في الوقت اللي يوميا يثبت الشعب الأردني وقوفه مع أهلنا في فلسطين، لابد أن نحيي ما قامت به قبيلة بني حسن الأصيلة، قبيلة المليون، بفتح استقبال بالتهاني للشهيد البطل عمر أبو ليلى، وقام أهل السلط الأبطال، لأنه ما بيش أحلى من السلط. لابد أن نحيي هذه الشروط، هذا ما قام به أهل الأردن في كل قبائله وعشائره وأهله بالتضامن مع هذا البطل. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقف مرة ثانية لأؤدي التحية للبطل على استشهاده، وأنا كجندي خدمت القوات المسلحة الأردنية وأنا أعرف ماذا تعني التحية للقائد. فرحمك الله يا عمر أبو ليلى أمير الشهداء، وأطلب من زملائي الأكارم أن نقف لقراءة الفاتحة على روح الشهيد. شكرا زملاء. بسم الله الرحمن الرحيم. النصاب مكتمل. أعلن افتتاح الجلسة، وقبل أن تبدأ الأمين العام أعطي معالي أبو صالح الحديث. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم، أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء مجلس النواب الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية حملات إعلامية تناولت مجلسكم الموقر والحكومة، كما تناولت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأظهرت هذه الحملات العلاقة بين السلطتين
وكأنها تسودها الضبابية، وأجواء من غياب التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل بيننا. إن الحكومة لتؤكد قناعتها التامة بأن العلاقة التشاركية والمسؤولة القائمة بين الحكومة ومجلس النواب تتفق أحكام الدستور، وأن الحكومة ملتزمة بهذه العلاقة وتطويرها وتنميتها، كما أن لغة الحوار التي تسود جلسات مجلس النواب وتبادل الرأي وقبول الرأي الآخر واحترامه هي ضرورة لإثراء النقاش وتحسين المخرجات التشريعية والرقابية لجلسات مجلس النواب المقر، وهي تضيف لاجتهادات الحكومة وقراراتها بعداً هاماً مكملاً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا التي نسعى جميعنا إليها. واسمحوا لي أن أذكر بما قاله صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأعز ملكه عند لقائه أبناء محافظة الزرقاء الأبية حول الضغوطات التي يتعرض لها الأردن نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة، خصوصاً تجاه القدس وقضية الأردن الأولى، ألا وهي القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون قضية العرب الأولى. إن هذه الضغوطات تتطلب منا جميعاً أن نقف صفاً واحداً متراصاً خلف قيادتنا الهاشمية، والعمل بكل ما أوتينا من عزم لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. واسمحوا لي أيضاً أن أؤكد أن الحكومة تتطلع إلى العمل مع مجلسكم الموقر خلال ما تبقى من وقت للدورة العادية الثالثة ودورته العادية الرابعة في الخريف المقبل لوضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين، وضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية، وتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي التزمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها للعامين 2019-2020. أصحاب المعالي والسعادة، لقد جاءت مبادرة جلالة الملك بفتح باب التبرع لمعالجة مشكلة الغارمات لتؤكد مرة أخرى اهتمام جلالة الملك بقضايا المواطنين ومعاناتهم، والعمل بروح التكافل والتضامن كأبناء في أسرة واحدة لرفع المعاناة عن هذه الفئة المتضررة من أبناء شعبنا. إن هذه المبادرة طرحت موضوع الائتمان الصغير وغيره على مائدة الحوار والمراجعة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات جديدة لمعالجة موضوع الائتمان وحبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيلات التجارية والمالية وأخضاعها جميعها لمراقبة البنك المركزي. وعليه فإننا نأمل أن نتقدم بمجموعة من مشاريع القوانين لمعالجة مختلف القضايا سالفة الذكر مع مجلسكم الكريم في دورته العادية المقبلة. وختاماً أكرر التأكيد على قناعة الحكومة ودعمها بوجود سلطة تشريعية قوية تعمل جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية بتشاركية وتعاون تحكمه الأسس الدستورية بهدف خدمة الوطن والمواطنين. حمى الله الأردن وقيادته وشعبه، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. يعني جدول أعمال أمين العام. شكرا سيد الرئيس. جدول أعمال الجلسة 28 المقرر عقدها في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد الواقع في 17 رجب 1440 هجرية الموافق 24/3/2019 ميلادية. أولا، تلاوة ملخص بحث الجلسة السابقة. ثانيا، تلاوة جزات والاعتذارات. ثالثا، قرار لجنة الخدمات العامة والنقل رقم 2 تاريخ 17/2/2019 المتضمن التحقق بموضوع الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة والمحال إليها بناء على المناقشة العامة في جلسة مجلس النواب 16 للدورة العادية الأولى والمنعقدة بتاريخ 19/2/2017 حول طلب المناقشة رقم 1 تاريخ 2/2/2017. سيد رئيس اللجنة. تفضل خالد، دقيقة قدام ما يصل خالد أبو حسن.
بعطيك من شكرا يا اخوان. خلينا بس نفتح سعاده المقرر يحكي وبعدين. شكرا بتاعنا. شكرا سيد الرئيس. اولا في موضوع الغارمات على رساله على عجاله، نشكر مبادره جلاله الملك، لكن اعتقد ان الحكومه يبدو انها لم تتخذ من الاجراءات الحصيفه التي تتابع تلك الشركات المخالفة للقانون والتي أدت إلى سجن الغارمات. هذه الشركات مخالفة لقانون التجارة. أنا ما بعرف ليش ما تتحرك وزارة الصناعة والتجارة ووزارة أو البنك المركزي لإغلاق مثل هذه الشركات ومحاسبتها بجرم الاحتيال على البسيطات من بناتنا اللي وقعن ضحايا لهذا الاحتيال. شكرا سيدي. حتى لا نخرج عن نظامنا الداخلي ولا نخرج عن جدول أعمالنا، أنا بتمنى من رئيس لجنة الاقتصاد ورئيس اللجنة المالية بعمل اجتماع مشترك والحديث مع الحكومة بحيث ما هي مصادر التمويل وكيف آلية إعطاء السيدات هذه القروض وما هي الضمانات وما هي الفوائد التي فرضت، وأنا أتصور بأنها وجه آخر إلى ما تم بالبورصات سابقاً، فأتمنى أن يقدم تقرير للمجلس وبأسرع وقت ممكن حتى نقف على حقيقة هذا الأمر. خلينا ننتقل. موافقين؟ نعم سيدي. ما في يعني أنا ما بدي أخرج عن جدول أعمالنا، خلينا نفوت بجدول أعمالنا. خالد يعني معلش خلينا نطلع بجدول الأعمال. تفضل خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. يا أخي ما أعطيت ولا واحد ولا شيء، بقول لك بدي أرجع لجدول الأعمال، ما بدي أعطي حدا. أنتوا طلعتوا، أنا ما بعرف شو بدك تحكي أنت. معالي الرئيس، الزميلات، الزملاء. قرار رقم 2، بناءً على طلب المناقشة رقم 1 تاريخ 2/2/2017 والمقدم من 22 نائباً، قرر مجلس النواب 18 في جلسته 16 من الدورة العادية الأولى والمنعقدة بتاريخ 19/2/2017 بإحالة طلب المناقشة رقم 1 تاريخ 2/2/2017 حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة على لجنة الخدمات العامة والنقل، حيث باشرت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ 26/2/2017 ولغاية 17/2/2019 وعلى مدار 3 دورات، الدورة العادية الأولى والثانية والثالثة، وحيث تشكلت اللجنة في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب من سعادة السيد خالد أبو حسان رئيس اللجنة، سعادة المهندس حسن العجارمة نائب رئيس اللجنة، سعادة المحامي يوسف الجراح مقرر اللجنة، سعادة الدكتور مصطفى ياغي، سعادة السيد رجا السرايلي، سعادة السيد جودة الدرابسة، سعادة الآنسة انتصار حجازي، سعادة الدكتور خير أبو سعيلي، سعادة السيد وائل رزوق، سعادة الدكتور حسن السياب، وسعادة المهندس فضيل النهار. زملاء إذا سمحتوا من أماكنكم إذا تكرمتم. وتشكلت اللجنة في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب 18 من سعادة المهندس حسن العجارمي رئيس اللجنة، سعادة الآنسة انتصار حجازي نائب رئيس اللجنة، سعادة الدكتور بركات العبادي مقرر اللجنة، سعادة السيد خالد أبو حسان، سعادة السيد جودة الدرابسة، سعادة المهندس سعادة المحامي يوسف الجراح، سعادة السيد رجا السرايلي، سعادة الدكتور حسن الشياب، سعادة السيد تامر بينو، سعادة السيد عزيز العبيدي، وسعادة السيد محمد الزعبي. وتابعت اللجنة المشكلة خلال الدورة العادية الحالية برئاسة سعادة السيد خالد أبو حسان وعضوية كل من سعادة السيد ماجد قويس النائب الرئيس، سعادة المحامي يوسف الجراح مقرر اللجنة، سعادة المهندس حسن العجارمي، سعادة السيد جودة الدرابسة، سعادة السيد رجا السرايلي، سعادة السيد عزيز العبيدي، سعادة الدكتور بركات النمر العبادي، سعادة الآنس انتصار حجازي، سعادة السيدة هيا المفلح، سعادة السيد زملاء النواب الجلوس في أماكنكم إذا سمحتم. وواصلت اللجنة اجتماعاتها المكثفة للاستماع إلى المعنيين من أصحاب القرار من الحكومة ومجالس إدارة الملكية والإدارة التنفيذية، وهم معالي عمر ملحس وزير المالية السابق، معالي سليمان الحافظ رئيس مجلس إدارة الملكية السابق ووزير المالية الأسبق، معالي ناصر اللوزي رئيس مجلس إدارة الملكية الأسبق،
معالي عز الدين كناكرية بصفته أمينا عام للوزارة المالية السابق وعضو مجلس إدارة الملكية السابق، سعادة معالي المهندس سعيد دروزي رئيس مجلس إدارة الملكية الحالي، عطوفة سامر المجالي مدير عام الملكية الأسبق، عطوفة حسين الدباس مدير عام الملكية الأسبق، عطوفة الكابتن هيثم مسلو مدير عام الملكية الأسبق ورئيس هيئة مفوضي هيئة الطيران المدني الحالي، عطوفة سليمان عبيدات مدير عام الملكية الأردنية السابق وعضو مجلس إدارة الملكية الحالي، عطوفة عبد الرحمن الخطيب مدير عام الملكية الأسبق وعضو مجلس إدارة الملكية الأردنية السابق ورئيس الفريق الفني للجنة التخصصية، السيد استيفان بشلر مدير عام الأردنية الحالي، السيد خالد الحافظ رئيس دائرة الموارد البشرية الأسبق في الملكية الأردنية، السيد هاني الكردي المستشار القانوني الحالي في الملكية الأردنية، السيد فراس قراعين رئيس القطاع المالي الأسبق في الملكية الأردنية، السيد مروان مرجي رئيس القطاع المالي الحالي في الملكية الأردنية. وقد حصلت اللجنة على العديد من الوثائق الرسمية والمراسلات بين الجهات المختلفة، وقامت اللجنة بعمل تحليل لتلك الوثائق والمعلومات المقدمة لها بقصد التحقق والفهم العميق لما جرى بخصوص هذا الملف، ونقدم لزملائنا الأفاضل هذا التقرير والتوصيات حوله، آملين أن نكون قد وفقنا بإذن الله في التعرف على مجريات الأمور بشكل صحيح وذلك على النحو التالي. أولاً، مقدمة عن الملكية الأردنية. تأسست مؤسسة عالية عام 1963 كناقل وطني مملوك لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لربط المملكة بالعالم الخارجي كما هو متبع في جميع أنحاء العالم، بأن يكون لكل دولة أسطولها الوطني، لأنه لا يمكن للدولة الاعتماد على الطيران الأجنبي خاصة في الظروف الاستثنائية التي تؤدي بالطيران الأجنبي إلى الاستنكاف عن الطيران لأسباب مختلفة منها التجارية ومنها السياسية وغير ذلك. وقد مر الأردن بظروف مختلفة، كانت الملكية الأردنية هي الوسيلة الوحيدة لربط الأردن بالعالم، وبالتالي توجب أن يكون هناك ناقل وطني من أهدافه الأساسية بقاء الأردن على تواصل مع العالم بالرغم من الظروف المختلفة التي تمنع الشركات الأجنبية من القيام بهذا التواصل، ولنا في ذلك شواهد كثيرة على مزايا وجود هذا الناقل والذي شكل الشريان الرئيسي للنقل لربط الأردن بالعالم. بتاريخ 5/2/2001 تم تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، وأصبحت الخلف القانوني لمؤسسة عالية الملكية الأردنية مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، ومن غايات الشركة القيام بكافة عمليات النقل الجوي داخل المملكة وخارجها، والقيام بعمليات مناولة الطائرات التي تهبط وتقلع من مطارات المملكة، كما تم بتاريخ لو سمحتوا هدوء خلينا نسمع التقرير إذا تكرر. كما تم بتاريخ 5/2/2002 منح الشركة حقوقاً حصرية لتشغيل رحلات دولية جوية منتظمة من عمان لمدة 4 سنوات أي لغاية 5/2/2006، ثم تم تمديدها ل4 سنوات أخرى وانتهت بتاريخ 2/2/2010. كانت الملكية تمتلك النشاطات المبينة أدناه قبل أن تحول إلى شركة: صيانة الطائرات، التموين، تدريب الطواقم والطيران التشبيهي، السوق الحرة، الرويال تور سياحة وسفر، فندق عالي. ثانياً، خصخصت الملكية الأردنية وبيع جزء من حصتها. بتاريخ 17/7/2007 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجموعة العمل القائمة على تنفيذ مشروع التخاصية. المراحل التي تمت بها عملية خصخصة الملكية الأردنية وطرح جزء كبير من الأسهم المملوكة للحكومة للبيع: 1. جاءت عملية خصخصة الملكية الأردنية بقرار متخذ على مستوى الدولة، حيث قدر رأس مال المال الملكية الأردنية في حينها ب84 مليون دينار، وقد ابتدأت العملية خلال تكليف ائتلاف استشاري ضم مجموعة سيتي بانك وهي الجهة الاستثمارية للبنك الرئيسي سيتي جروب، إضافة إلى مستشار قانوني دولي ومستشار قانوني محلي ومستشار فني ومستشار مالي. 2. باشر الائتلاف بعمل دراسات وبمواصفات جيدة
وتمكن في حينها من عمل حملات ترويجية للملكية الأردنية من خلال العروض على المستثمرين، وتم إرسال العرض عن أهداف الملكية الأردنية لعدة مستثمرين في جميع أنحاء العالم بلغ عددهم 55 عرض. 3. بناءً على الحملات الترويجية للملكية الأردنية والدراسات التي قام بها الائتلاف الاستشاري، تم طرح ما نسبته 76% من أسهم الملكية في الأسواق للبيع، وقد قدر سعر السهم الواحد المعروض بثلاثة دنانير وثمانية قروش. وعلى ضوء ذلك تم تغطية الاكتتاب بنسبة 180%. 4. بدأت عملية الاكتتاب لبيع الأسهم المعروضة، وكانت المحصلة النهائية لعملية البيع على النحو التالي: الحكومة الأردنية 26%، شركة مينت ميقاتي 19%، صندوق استثمار الضمان الاجتماعي 10%، مساهمون آخرون موظفون الشركة ومستثمرون محليون 45%، المجموع 100%. كانت محصلة بيع الأسهم الملكية الأردنية المعروض بيعها ونسبتها 74%، وتقدر بحوالي 260 مليون دينار، وتم توريد هذا المبلغ بالكامل إلى خزينة الدولة، ولم تأخذ الملكية الأردنية من هذا المبلغ قرشاً واحد. وبناءً عليه، وبعد استماع لجنة التحقق لإفادات وأقوال الجهات التي أشرفت على عملية الخصخصة وبيع الأسهم، رئيس لجنة التخاصية، رئيس الفريق الفني للتخاصية، فقد أفادوا أن عملية خصخصة الملكية الأردنية ووفقاً لتقرير لجنة تقييم التخاصية تمت بشفافية عالية، وأن ما يميزها من عن غيرها من عمليات الخصخصة الأخرى هو قيام الائتلاف الاستشاري بعرض الملكية الأردنية من خلال إداراتها على المستثمرين. وبنهاية عملية الخصخصة تم نشر كافة المراحل التي تمت بها العملية في الجريدة الرسمية استناداً للفقرة باء من المادة 15 من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000. خصخصة وبيع الوحدات الاستثمارية للملكية: قامت الملكية الأردنية ببيع ما نسبته 80% مما تملكه من كل وحدة من الوحدات المساندة لها وعليه، ومن خلال استماع لجنة التحقق لكافة المعنيين في الملكية الأردنية من مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية على حيثيات عملية بيع الوحدات المساندة، فقد أجمعوا على أن عملية هذه الوحدات المساندة تمت بأسعار مناسبة بعد أن تمت عملية دراسة وتقييم لأسعار هذه الوحدات، وكانت عمليات البيع حسب الجدول التالي: الوحدة الشركة الأردنية لصيانة الطائرات، تاريخ البيع 18/1/2005، نسبة البيع 80% لشركة أبراج كابيتال، نسبة الملكية للملكية 20%، قيمة البيع 56 مليون دولار لشركة أبراج كابيتال، الشركة الأردنية للتزويد وتموين الطائرات، تاريخ البيع 8/8/2001، الشركات اللي تم البيع إلها شركة ألفا البريطانية والشركة الشرقية للاستثمار 80% و20% للملكية، وتم بعد ذلك رفع النسبة إلى 30% للملكية، قيمة البيع 14 مليون دينار مقابل اتفاقية حصرية لغاية 2021، الشركة الأردنية لصيانة الطائرات ومحركات الطائرات 9/2006، نسبة البيع 100% إلى الأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطائرات، مبلغ البيع 11 مليون دولار، شركة تدريب الطيران الأردني الأردنية لتدريب الطيران والطيران التشبيهي 31/10/2006، نسبة البيع 80% إلى مجموعة الشرقية للاستثمار والتطوير السياحي، نسبة الملكية 20%، مبلغ البيع 10,472,000، السوق الحرة 22/8/2000، نسبة البيع 100% لشركة دياسة الإسبانية من قبل وزارة المالية، مبلغ البيع 42 مليون دينار و554,000، فندق عالية 10/10/2000 لشركة كندية من قبل وزارة المالية، 2,580,000 دينار قيمة البيع. بعد الانتهاء من عمليات البيع هذه، فقد أفاد القائمون على إدارة الملكية
أن الشركة تمكنت من سداد الديون المتراكمة عليها، وتم منح 3% من الصندوق لصندوق متقاعدي القوات المسلحة، إلا أنه ومن خلال قيام لجنة التحقق بدراسة الوقائع التي حصلت للشركة لاحقاً، فأنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ لسداد الديون، وجزء لدفع تعويضات للموظفين، والجزء المتبقي ذهب إلى صندوق عوائد التخاصية، وبذلك أصبحت الملكية الأردنية مكشوفة ولم يتبقى لها سوى حقوق النقد، علماً بأن المتعارف عليه دولياً أن شركات الطيران لا يتأتى ربحها من بيع التذاكر، وإنما من الوحدات المساندة لها، والتي إن لم تتأتى بأي ربح فهي تزيل عن كاهل الشركة عن شركة الطيران أعباء الصيانة والتموين وغيره. وعليه فإن لجنة التحقق ترى أن قرار بيع هذه الوحدات كان قراراً متسرعاً وغير دقيق، على الرغم من المبررات التي تقدمت بها الحكومة ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للملكية والأسعار المناسبة التي تمت بها عمليات البيع. رابعاً، أرباح وخسائر الملكية من عام 2007 لغاية عام 2018. نظراً لأهمية هذا الموضوع، فقد قامت لجنة التحقق بعمل جدول لعمليات الربح والخسارة التي تعرضت لها الملكية الأردنية في كل سنة من السنوات التي تم ذكرها حسب الجدول التالي. جدول يبين أسماء ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين والأرباح والخسائر حسب السنة. سنة 2007، رئيس مجلس الإدارة معالي ناصر اللوزي، المدير العام عطوفة سامر المجالي. الأرباح والخسائر 11 مليون دينار ربح نتيجة استقرار أسعار النفط وبيع إحدى الطائرات للأجنحة الملكية بقيمة 14 مليون، والاستقرار الأمني والسياسي في المحطات التي كانت تطير عليها الملكية. في عام 2008، معالي ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة وعطوفة سامر المجالي المدير العام، خسائر بقيمة 23 مليون دينار و300 ألف نتيجة قرار عملية شراء التحوط للوقود الهجي. ووجدت اللجنة أن القرار كان خاطئاً، كون رأس مال الشركة ضعيف والشركة صغيرة، وكان لابد من اتخاذ القرار بعد أخذ رأي المستشار المتعاقد معه لهذه الغاية. 2009، معالي ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة، وتعاقب على الإدارة العامة عطوفة سامر المجالي لغاية شهر 7/2009، وبعدها عطوفة حسين الدباس من شهر 7/2009، أرباح 28 مليون و800 ألف نتيجة الحركة السياحية في تلك الفترة والحركة القوية للخليج العربي وزيادة الرحلات اليومية للمناطق المشرق العربي. 2010، معالي ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة وعطوفة حسين الدباس المدير العام، أرباح 9 مليون و6 بالعشر بسبب استمرار الحركة السياحية القوية. 2011، معالي ناصر اللوزي وعطوفة حسين الدباس المدير العام، خسائر بقيمة 57 مليون و9 بالعشر بسبب ما سمي بالربيع العربي وزيادة أسعار النفط وانخفاض السياح القادمين إلى سوريا ومصر واليمن وليبيا وانخفاض أعداد الترانزيت لتلك البلدان. عام 2012، توالى على الشركة معالي ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة وتوالى على الشركة 3 مدراء عامين، عطوفة حسين الدباس لغاية شهر 5، عطوفة عبد الرحمن الخطيب من شهر 5 لغاية شهر 7، وبعدها معالي عامر الحديد من شهر 7/2012، ربح مليون دينار بسبب وضع خطة لعام واحد فقط. 2013، معالي ناصر اللوزي ومعالي عامر الحديد المدير العام، على الرغم من محاولاتنا العديدة للاتصال مع معاليه إلا أنه لم يحضر نظراً لانشغاله لوجوده خارج المملكة. خسائر في هذا العام 38 مليون و800 ألف دينار بسبب إغلاق 12 خط، منها سوريا وليبيا والعراق واليمن. وكذلك تم التعيين من قبل معالي عامر الحديد ل 11 مدير عام بالشركة دون الحاجة له من شهر 11/2014، حيث كلفت الحكومة مجلس الإدارة الذي عين معالي سليمان الحافظ رئيساً له
في نهاية عام 2014 لوضع خطة إنقاذ للشركة، وكانت الخسائر في تلك السنة 39.6 مليون، أسباب متراكمة وعدم وجود خطة عمل تفي بإنقاذ الشركة. بعدها تم تعيين معالي سليمان الحافظ رئيساً لمجلس الإدارة في عام 2014 لوضع هذه الخطة. في عام 2015 معالي سليمان الحافظ رئيس مجلس الإدارة، وتم تعيين عطوفة هيثم مستو لغاية شهر 11/2015، وبعدها تسلم عطوفة سليمان عبيدات من شهر 11/2015. الربح 21 مليون ولا تخضع الأرباح للضريبة بسبب وجود خسائر مدونة، وكان ذلك نتيجة اعتماد الخطة استراتيجية واضحة تتضمن الاعتماد على خبرات أبناء الشركة ومعالجة المشاكل التي تم ترحيلها، ومنها إيقاف الرحلات للخطوط غير المربحة وتخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات وتقليل عدد الموظفين. في عام 2016 معالي سليمان الحافظ لغاية شهر 6/2016 رئيس مجلس إدارة، بعدها تسلم معالي سعيد دروزة من شهر 6/2016 وعطوفة سليمان عبيدات المدير العام، خسائر بقيمة 24 مليون دينار و 491 ألف دينار. انخفاض الأرباح التشغيلية وعدم تحقيق أهداف الخطة نتيجة تقصير الإدارة التنفيذية. 2017 معالي سعيد دروز وعطوفة سليمان عبيدات لغاية شهر 7/2017 وعطوفة سيفان بشدر من شهر 6/2017 أرباح 274 ألف، نتيجة استفادة الشركة من تشغيل خطوط على دولة قطر على عكس ما أفاد به. يا أخي يحيى، ممكن إذا سمحت تعطينا فرصة نسمع التقرير؟ أنا أترجاك أنت باسم المجموعة أنك تعطينا وقتك تسمع هذا التقرير. نتيجة استفادة الشركة من تشغيل خطوط على دولة قطر على عكس ما أفاد به مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بأن هذه الأرباح جاءت نتيجة تحقيق نسبة امتلاء عالية على الطائرات. 2018 معالي سعيد دروزة وعطوفة ستيفان بشلر، الخسائر 6,300,000 حسب الإفصاح المبدئي لغاية نهاية العام نتيجة الانحراف عن الخطة المقدمة من الحكومة. خامساً، معالجة أوضاع الملكية. في نهاية عام 2014 وصلت الملكية الأردنية إلى مفترق طرق، لأن خسارتها وصلت لأكثر من 75% من رأس مالها، واستناداً للمادة 266 الفقرة ألف بند 4 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاتها، والتي تنص على ألف يقدم طلب التصفية الإجباري إلى المحكمة بلائحة دعوة من الوكيل العام أو المرافق أو من ينيبه، وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية: 4 إذا زادت مجموعة خسائر الشركة على 75% من رأس مالها المقتدر، ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس مالها. وعلى ضوء ذلك أصبحت الحكومة هنا أمام خيارين: إما أن تقوم بتصفية الشركة أو أن تعمل على وضع خطة إصلاحية للشركة قابلة للتنفيذ وإيجاد الوسائل الكفيلة لإنجاح هذه الخطة. من هنا قامت الحكومة في شهر 11/2014 بتكليف مجلس الإدارة لتقديم دراسة مفصلة لغاية إنقاذ الشركة، كما كلفت معالي سليمان الحافظ الذي سبق أن كان عضواً في مجلس إدارتها من عام 1991 إلى غاية عام 1997 حين كان أميناً عاماً لوزارة المالية القيام برئاسة مجلس إدارتها، ثم بدأ العمل على إعداد الدراسة اللازمة حسب طلب الحكومة. وكانت الشركة أمام خيارين: إما التصفية أو استمرار عملية الشركة بعد هيكلتها. وقد ورد في الدراسة أن هناك اختيارين: الاختيار الأول تصفية الشركة. إذا كان القرار بالتصفية فهناك الكثير من السلبيات كما هو مبين أدناه: 1 إعدام دين المصفاة ومجموعة المطار بما مقداره حوالي 180 مليون دينار، وتحمل الحكومة لهذا الدين بسبب العلاقة المتشابكة بين الحكومة وهاتين الجهتين. 2 تسريح حوالي 4,500 موظف يعولون 12,000 فرد. 3 فقدان المزايا الممنوحة للشركة من الدول الأخرى فيما يتعلق بحقوق الخطوط. 4
تأثر الجهاز المصرفي نتيجة الديون المستحقة له على الملكية ومقدارها حوالي 108 مليون دينار. 5. توقف أعمال الشركة، لأنه لا يجوز للشركة أن تستمر بالعمل إذا كان ذلك يسبب خسارة لها. 6. بإفلاس الشركة وإنشاء شركة وطنية أخرى مكانها بحجم الملكية، فإن تعاملها مع موردي الطائرات وغيرها سيكون مثار شك وتريث. 7. إن الخسارة المادية على الحكومة نتيجة التصفية تفوق كثيراً ما سوف تساهم به في زيادة رأس المال. 8. إن الإرث الذي تحمله الملكية لها في نفوس الأردنيين مكانه إن الإرث الذي تحمله الملكية لها في نفوس الأردنيين مكانة خاصة ليس من السهل التضحية بها. 9. إن زيادة حصة الحكومة في رأس المال سوف تزيد أحكام مراقبة أعمالها من المفروض إذا أحسنت ممارسة هذا الحق، وذلك لتجنب أي خسائر. الاختيار الثاني استمرارية الشركة. لمعرفة إمكانية استمرارية الشركة كان لابد من تحليل أوضاع الشركة في نهاية عام 2014، وقد تبين أن خسارة الشركة قد جاءت من عدة أسباب وعوامل. البند الأول: بعض الخطوط التي تغطيها الشركة مصدرها كان خارجي. ارتفاع أسعار الوقود خلال السنوات الأخيرة مصدره خارجي. انخفاض حاد أو انعدام مصادر دخل من الخدمات المساندة كانت كالأسواق الحرة وصيانة الطائرات، التموين، الطيران التشبيهي خارجيا. ارتفاع كلفة الصيانة تشغيلي داخل. انخفاض حصة السوق انخفاض حصة الشركة من السوق سواء الداخلي أو الخارجي، تسويقي داخلي. انخفاض الإيرادات المتأدية من الخدمات الإضافية للمسافرين داخلية. كبر حجم تكلفة المحطات الخارجية داخل. عدم وضع برامج مالية لاستيعاب تغيير نوع الأسطول مالي داخل. ضعف حجم رأس المال مالي داخل. ارتفاع الديون والأعباء المترتبة عليه مالي داخل. ارتفاع كلفة الموارد البشرية إداري داخل. عدم وضوح مبدأ المسؤولية لكل نشاط مبدأ الأونر إداري داخل. عدم وجود مبدأ المساعد إداري داخل. عدم وجود ضعف في إدارة بعض الدوائر للالتزام بخطط وبرامج الشركة مما يؤثر على أداء بعض الدوائر الأخرى إداري داخل. عدم واقعية الدراسات التي تعد لمواجهة المشاكل بالشكل الصحيح إداري داخل. ضعف في تركيبة الهيكل التنظيمي للشركة إداري داخل. عدم وجود خطة للإحلال الوظيفي إداري داخل. إن معالجة هذه الأمور لن يتم في المدى القصير جدا، لذلك لابد من وضع برنامج زمني يأخذ بعين الاعتبار أولوية كل سبب من هذه الأسباب، وقد قدرت هذه المدة بفترة 5 سنوات، الأمر الذي يقتضي وضع خطة أعمال لتغطية هذه المدة ومتابعة التنفيذ وإجراء التعديل حسب واقع الحال بشكل لا يؤثر سلباً على الخطة، بشكل يخرجها عن مسارها الذي سوف يعتمد لهذه الغاية. من هنا تم اللجوء إلى الخيار الثاني الذي يحافظ على الشركة أولاً ويجنب الحكومة مساوئ الخيار الأول. سبق وأن قامت الملكية الأردنية في أوساط عام 2014 بتكليف شركة سايبري للاستشارات بإجراء دراسة تحليلية مفصلة لكل من الإيرادات والنفقات وشبكة الخطوط والأسطول، بالإضافة إلى مقارنة الكلف المترتبة على الشركة وهيكلتها المالية مع مثيلاتها من الشركات الطيران الأخرى. وخلصت هذه الدراسة إلى أن عاملين أساسيين يشكلان الدوافع المهمة لعملية النهوض بالشركة، وهما تعظيم الإيرادات، زيادة الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية، واستمرار جهود الشركة في زيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى باستخدام نفس السعة المعروضة للبيع، والتركيز على تسويق الخدمات الإضافية ذات العوائد الإضافية غير التشغيلية. العامل الثاني خفض النفقات، رفع كفاءة التشغيل لجميع عمليات الملكية الأردنية والتركيز على المبادرات ذات العائد الأعلى والإسراع وتغيير هيكلة الأسطول، والتركيز على تخفيض استهلاك وقود الطائرات وتخفيض إجمالي فاتورته. وعلى ضوء دراسات مستفيضة
قامت بها الدوائر المختصة بالشركة بناءً على طلب مجلس الإدارة آنذاك، حددت مبادرات خفض النفقات ومبادرات زيادة الإيرادات، وتم وضع أسس تقوم عليها الخطة كالتالي: 1. مدة الخطة، أي الفترة التي تغطيها للأعمال من عام 2015 لغاية عام 2019. 2. تم الاستعانة بالتوصيات التي تم تحضيرها سابقاً بالتعاون مع شركة سايبري بعد إجراء بعض التعديلات لتتناسب مع الوضع الحالي للشركة. 3. تم اعتماد إضافة الطائرات 7، 6، و7، و8 من طراز بوينغ 787 للتشغيل في الأعوام 2016، 2017، 2018، مع العلم بأنه لم يكن هناك أي خطة تمويلية لتلك الطائرات، مما كان سيضطر الشركة لخيار التأجير التشغيلي. ولكن في الخطة الخمسية التي تم إعدادها فقد تم الأخذ بالاعتبار تأمين التمويل اللازم لتملك بعد إعداد خطة تمويلية. 4. تم افتراض انضمام طائرة مطورة من أسطول إيرباص نيو في العام 2018، والتي تتميز باستهلاك وقود أقل بنسبة 15% من أسطول الطائرات من طراز 320 و 319 إيرباص بناءً على دراسات الشركة الصانعة. 5. تم افتراض ثبات أسعار التذاكر المرتبطة بأسعار الوقود عند 90 دولار للبرميل، لأن أي زيادة أو نقصان على السعر يؤدي إلى زيادة أو نقصان في أسعار التذاكر. 6. تم اعتماد جدولة قروض الشركة بافتراض فترة سماح مدتها 2 سنين وإعادة جدولة القروض على 5 سنوات باستثناء الاستئجار التمويلي. 7. اعتماد إعادة جدولة المبالغ المستحقة للموردين الأساسيين، وهم مصفاة البترول ومجموعة المطار شركة ألفا للتموين على 5 سنوات. 8. عدم وجود عمليات تشغيلية إلى ليبيا والموصل في عام 2015 بسبب الأوضاع الأمنية. 9. عدم وجود عمليات تشغيلية إلى سوريا طوال الفترة. 10. اعتماد نسبة تضخم 3% سنوياً للتكاليف ذات العلاقة. 11. تم الأخذ بالاعتبار الإيرادات الموسمية التي تمر بها الشركة في فترة الذروة التي تمتد ما بين شهر 5 ولغاية شهر 10 من كل عام. 12. يضاف إلى ذلك كفاءة طائرات بوينغ 787. وعلى ضوء الافتراضات أعلاه وعلى نتائج التشغيل، فقد تبين أن من أهم عوامل النجاح هو أن يتم زيادة رأس المال بمقدار الحاجة إلى السيولة للوفاء بمستلزمات تنفيذ الخطة، وبما يحافظ على مركز مالي مقبول أمام الدائنين واحتياجات التشغيل، كما أن زيادة رأس المال هو بداية تسوية مديونية الشركة باتجاه الجهات الدائنة وعلى رأسها الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. وبناءً على ذلك فإن الاحتياجات قد أظهرت أنه لا بد من زيادة رأس المال بمقدار 200 مليون دينار يتم الاكتتاب بها حسب الشرائح المبينة في السنوات التالية: الشريحة الأولى 100 مليون دينار في عام 2015، الشريحة الثانية 50 مليون دينار في عام 2017، الشريحة الثالثة 50 مليون في عام 2019. ويتناسب ذلك بمواعيد استلام الطائرات الثلاثة التي سوف يتم تنضم للأسطول على أساس التملك. هذا ونوقشت الخطة في مجلس إدارة الشركة على مدار عدة اجتماعات، حيث تقرر الموافقة عليها ورفعها إلى رئاسة الوزراء. وبعد دراسة تفصيلية معمقة وافقت لجنة التنمية والاقتصاد الوزارية على هذه الخطة، والتي كانت أبرز ملامحها ألا تمس بنوعية الخدمة المقدمة من الملكية، ومن ثم عرضت على مجلس الوزراء في جلسة مطولة ومناقشات متشعبة تم بعدها موافقة المجلس عليها والإيعاز بتنفيذها. نتيجة البدء بتنفيذ الخطة في عام 2015 يتضح من الحسابات الختامية للشركة لعام 2015 والمدققة والمنشورة وإلى التقارير المرفوعة لدولة رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن صافي الأرباح قبل الضريبة بلغ 21 مليون دينار، آخذين بالاعتبار الخسائر الناجمة عن إغلاق خط اليمن الذي كان يغذي خطوط الشركة إلى أوروبا وأمريكا، والذي كان إيراده مأخوذ بالاعتبار عند إعداد خطة الأعمال. وبذلك تبين أن الخطة كانت واقعية وحققت الأهداف في السنة الأولى كما هو مخطط لها.
أما ما يقال من أن أرباح الشركة جاءت نتيجة انخفاض أسعار الوقود فهو كلام غير دقيق. تبين الوقائع أن خفض أسعار الوقود أدى إلى تغطية الخسائر الناتجة عن إغلاق خط اليمن البالغة 12 مليون و300 ألف. أخ أندريا إذا سمحت الزملاء أرجو الجلوس في أماكنكم إذا تكرمت. بالإضافة إلى تغطية انخفاض أسعار التذاكر بمقدار 37 مليون دينار و200 ألف. كما تشير الأرقام أنه لو سارت الشركة في عام 2015 على نهج عام 2014 لحققت خسائر 17 مليون و200 ألف بالرغم من انخفاض أسعار الوقود بدلاً من أرباح 21 مليون. إن الذي ساهم في نجاح تطبيق الخطة هو المتابعة الحثيثة من قبل مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية بشكل يومي آنذاك ورفع تقارير إلى دولة رئيس الوزراء بالتقدم في تطبيق الخطة حسب ما هو مقرر. مراجعة خطة الأعمال وتحديثها بسبب أهم الأحداث التي حصلت عام 2015 وتطبيقاً لسياسة وجود خطة خمسية باستمرار تأخذ باعتبار أي مستجدات تحدث لغاية تعديل الخطة، فقد تم تحديث خطة الأعمال التي قدمت للحكومة وعمل رويال فورد لتصبح من عام 2016 لغاية عام 2020، والتي كان من أبرزها التالي: وقف الرحلات إلى اليمن في منتصف شباط 2015، دخول العربية للطيران في منتصف 2015، إضافة أثر خطة تطوير الموارد البشرية المستحدثة في عام 2016. مقارنة الخطة السابقة مع الخطة المعدلة للفترة بين 2016 و2020 صافي الدخل بالخطة المعدلة في عام 2016 15 مليون و200 ألف، الخطة الأصلية كانت 17 مليون و200 ألف، في عام 2017 19 مليون و300 ألف المفروض يكون في أرباح بالخطة المعدلة، بالخطة الأصلية كانت 20 مليون و400 ألف، في عام 2018 28 مليون و200 ألف أرباح المفروض يكون، الخطة الأصلية كانت 22 مليون، في عام 2019 المفروض كان يكون 30 مليون أرباح، كانت الخطة الأصلية 30 مليون، في عام 2020 33 مليون المفروض يكون في أرباح. يتضح من الجدول المبين أعلى أن الفروقات بمجملها لم تختلف بشكل جوهري عن الخطة الأصلية، وانطلاقاً من هنا فكان لابد من وجوب تطبيق نفس المبدأ في نهاية عام 2016 لتصبح الخطة من عام 2017 لغاية عام 2021 والتي لم يتم تقديمها للجنة التحقق. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السابقة قامت بتغيير رئيس مجلس الإدارة في شهر حزيران من عام 2016 دون أي أسباب بالرغم من نجاح الخطة التي تم إعدادها في إنقاذ الشركة وتحقيق أرباح. إذا سمحت أستاذ حسن، ويتضح مما تقدم فضل اجلس مكانك أن الخطة الموضوعة للنهوض بالشركة كانت وما زالت مناسبة وقابلة للتنفيذ بدليل ما حققت في السنة الأولى من عمري، وقد بدأ سعر السهم بالتحسن في السوق المالي إلا أنه نتيجة الخسائر التي عادت الشركة إلى تحقيقها بنهاية عام 2016 نتيجة انحراف الخطة التشغيلية عادت أسعار الأسهم بالانخفاض، وتبعتها نتائج عام 2017 أيضاً بعدم تحقيق ما ورد بالخطة نتيجة ما يلي: 1. تقصير الإدارة التنفيذية. يا سيدي هذا لو سمحتوا يا خالد تقصير الإدارة التنفيذية الواضح. أخ خالد من حقك تصوت عليه إذا سمحت. هاي التقصير هذا اللي احنا حققناه وهسه بيجيك احنا راينا، هذا هو رايهم واحنا بنحط راينا. يا خالد تقصير الاداره التنفيذيه الواضح في عدم تنفيذ خطه الاعمال التي اقرها مجلس الوزراء في اواخر عام 2014، التقصير بعدم متابعه مجلس الاداره الجديد للاعمال التي كانت تقوم بها الاداره التنفيذيه، انخفاض الايرادات التشغيليه، تقصير واضح من قبل المدير العام بالوكاله انذاك وبعض الدوائر التنفيذيه في الشركه التي تعمل تحت اشرافه وادارته. الإدارة التنفيذية لم تقم باستغلال فترة الذروة الإيجابية لتعظيم الإيرادات الشركة خاصة بالأشهر الواقعة بين حزيران وتشرين الأول من كل عام، وهي الفترة التي تغطي عادة انخفاض الإيرادات بين الأشهر الأخرى. ميزانية عام 2016
تظهر بالكشف المبين أدناه الأرباح المتوقعة قبل الضريبة حسب الخطة الأصلية والخطة المعدلة والأرقام الفعلية. الأرباح المتوقعة عام 2016، الخطة الأصلية 17 مليون، المعدلة 15 مليون و200 ألف. الأرقام الفعلية جاءت بخسارة 24 مليون و491 ألف، مع العلم بأن الخطة كانت تشير إلى ما يلي فيما يتعلق بالإيرادات: إيرادات عام 2015 حسب الواقع 658 مليون دينار، إيرادات عام 2016 حسب الخطة المفروض تكون 725 مليون دينار، الإيرادات الفعلية بعام 2016 598 مليون دينار، أي أن انخفاض إيرادات عام 2016 عن ما هو مقدر بالخطة يساوي 127 مليون دينار، وانخفاض عام 2016 عن واقع عام 2015 60 مليون دينار، أي أن الشركة لم تحقق ما حققته في العام الأول للإصلاح، ويعود هذا مرة أخرى إلى قصور الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية في ذلك الوقت في تعزيز الإيرادات الأساسية للخطة. ولا بد هنا من الإشارة إلى أنه كان من الواجب أن تقوم الإدارة التنفيذية بإنهاء المشكلة المالية مع السودان بطريقة مختلفة حتى تتجنب وضع مخصصات في عام 2016 أدت إلى النتائج المأساوية المبينة أدناه، كأن يتم تبادل الدين على مع السودان بشراء أراضي أو عقار أو استيراد منتجات أو بناء سفارة أردنية هناك بالاتفاق مع الحكومة وغير ذلك من الطرق. لقد كان تحديد عام 2017 لإصدار الشريحة الأولى البالغة 50 مليون دينار لزيادة رأس المال هو أن تكون الشركة بحاجة لهذا المبلغ لسد الفجوة التمويلية في كشف التدفقات النقدية في تلك السنة، بالإضافة إلى أنه من المفروض أن تكون مسيرة الشركة امتداد لنتائج عام 2015، أي في مرحلة تحقيق الأرباح للسنة الثانية لضمان مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير في هذه الشريحة، لا أن يقدم لها ميزانية خاسرة بدلاً من تحقيق أرباح فعلية وحسب الأصول المتعارف عليها تنفيذ الخطة الخمسية. إن تعظيم الخسارة لعام 2016 وأخذها كسنة أساس سوف يظهر الإدارة التنفيذية في ذلك الوقت بأنها تعمل جيداً خلال العام 2017 إذ حققت ربحاً بمقدار بسيط وأنها نجحت في إدارة الشركة. إن توجيه اللوم على الخطة على أن الخطة كانت متفائلة وأن الربح جاء نتيجة انخفاض أسعار الوقود هو من باب إبعاد صفة الفشل على ما قامت به الإدارة التنفيذية في حينه، أي في عام 2016 و17، لأن الشركة حققت نجاحاً كبيراً في عام 2015 كما تشير المعلومات الموثقة في تلك السنة، وصدرت القوائم المالية المدققة من المدقق الخارجي وعرضت على الهيئة العامة حسب الأصول، لأنها كما هو معلوم بأن انخفاض أسعار الوقود استمر للسنوات التالية للعام 2015، يضاف لذلك أن ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار التذاكر بنفس السنة. سادساً، إجراءات زيادة رأس المال. بناءً على قرار مجلس الوزراء باستمرار أعمال الملكية الأردنية، وبعد أن أنهى مجلس الإدارة إعداد خطة لإنقاذه والتي كان من ضمنها أنه لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة لا بد من أن تسير إجراءات إعادة هيكلتها جنباً إلى جنب مع رفع رأس المال، فقد أوعزت الحكومة لمجلس إدارة الشركة السير في الهيئة العامة غير العادي للمساهمين من أجل الموافقة على زيادة رأس المال حسب القانون. من المعلوم تماماً أن زيادة رأس المال تتطلب موافقة 75% من الهيئة العامة غير العادية على هذه الإجراءات، وهذا يتطلب بدوره تأمين النصاب اللازم لعملية التصويت على هذا القرار. ولتأمين النصاب القانوني لا بد من التعرف على نسبة الحضور المساهمين في السنوات السابقة تمهيداً لمعرفة عدد الأسهم الواجب توفرها في الاجتماع، وقد ظهر أن نسبة الحضور كانت تتراوح بين 62 و65% من عدد أسهم الشركة، أي أن المساهمين الآخرين بمن فيهم الحكومة والضمان وشركة منت بدون شركة منت تصل نسبتهم 43 إلى 46%، وهي نسبة لا تؤمن النصاب القانوني المطلوب وحسب الجدول التالي: المساهمون الرئيسيون الحكومة الأردنية 26% من نسبة الحضور إذا كانت نسبة الحضور 65%، الضمان 10%، شركة منت 19%، بصير مجموعهم 55%،
وإذا كانت نسبة الحضور افترضنا 62%، 26% بتكون الحكومة، 10% الضمان وشركة من 19% بكون 55% من مجموع الأسهم. المساهمون الآخرون 10% إذا كانت بيصير 65% مجموع الحضور بالاجتماع، وإذا كانوا 7% بالعادة بكون 62%. باستبعاد شركة من 19% لها حصة بصير 46% أو 43%، يعني لو لم يكن النصاب القانوني مكتملاً لما عقدت الهيئة العامة غير العادية حتى لو حضرت الحكومة والضمان والمستثمرون مجتمعين. قامت الشركة بمخاطبة كبار المساهمين كمرحلة أولى من أجل أن يحضروا اجتماع الهيئة العامة والتي غالباً لا يحضرونه، من أجل زيادة مساهمتها بالتصويت لصالح قرار زيادة رأس المال، إلا أنه وبمزيد من الأسف لم يتجاوبوا مع ذلك الطلب، كما قامت لاحقاً بتوجيه الدعوات الرسمية لحوالي 18,000 مساهم بمن فيهم كبار المساهمين أيضاً، مما حتم على الحكومة مباحثة أكبر مساهم بعدها للموافقة على إجراء زيادة رأس المال وهي شركة من، لأنه اتضح أن الاجتماع سوف يفشل إذا لم توافق الشركة، وسيترتب حينها على الحكومة أعباء كبيرة تفوق مقدار الزيادة في رأس المال. قامت الحكومة ممثلة بمعالي وزير المالية آنذاك ببحث الأمر مع شركة منت، وتم الاتفاق بين الحكومة والشركة على الأسس التالية: عدد الأسهم التي تمتلكها شركة منت قبل خفض رأس المال حوالي 16 مليون سهم أخ غازي من رأس مال الملكية الأردنية البالغ حوالي 84 مليون، أي ما نسبته حوالي 19%. اشترت شركة منت السهم من الحكومة بمبلغ 3.08 دنانير بقيمة إجمالية حوالي 49 مليون دينار. تم تخفيض عدد أسهم شركة منت نتيجة إطفاء جزء من الخسائر لتصبح حوالي 8,800,000 سهم بقيمة إجمالية حوالي 8,800,000 دينار. أصبحت قيمة 16 مليون سهم 8,800,000 دينار. طلبت شركة منت من الحكومة شراء تلك الأسهم بالقيمة الإسمية، أي ب 16 مليون دينار، بالرغم من أن كلفتها على شركة منت حوالي 49 مليون دينار، مقابل حضورها اجتماع الهيئة العامة والموافقة على هيكلة رأس مال الشركة، مما يعني عدم التصفية. طلبت الحكومة من شركة منت أن تكتتب بالأسهم الجديدة التي سوف تصدرها الملكية، وأن يتم تأجيل شراء أسهمها إلى نهاية عام 2017 في حينها، إذا لم يصل سعر السهم في السوق إلى دينار 80 قرش، أي سوف تشتري الحكومة هذه الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليون دينار. يطبق هذا المبدأ على كل المساهمين الذين سبقوا أن اشتروا من الحكومة مباشرة في عام 2007 بسعر 3.08 دنانير للسهم، وما زالوا يحتفظون بملكيته حتى تاريخ 28/4/2015. الأسهم الجديدة التي سوف تكتتب بها الشركة غير خاضعة لهذا الاختفاء. ولمعرفة النسبة الحقيقية لاجتماع الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 5/2/2015 ندرج فيما يلي المعلومات المتعلقة بذلك: عدد الأسهم التي حضرت ذلك الاجتماع 52,984,000. زيادة رأس المال وتخفيضه لا تتم إلا بموافقة 75% من المساهمين الذين حضروا الجلسة. النسبة المئوية للحضور 62.8%. نسبة أسهم منت من الحضور بلغت 30.2%. لو لم يتم توافق مع شركة منت على تخفيض رأس المال ثم الزيادة لبلغت نسبة التصويت 69%، وذلك على فرض أن كل المساهمين الحاضرين صوتوا مع الحكومة. النسبة المئوية التي صوتت لخفض رأس المال ثم زيادته من الحضور بما فيها شركة منت هي 100%. لو لم ينجح التصويت لأصبح أمر تصفية وارداً حسب أحكام القانون، وعليه قامت الحكومة بالاكتتاب بنسبة 50% من الشريحة الأولى للزيادة والبالغة 100 مليون دينار، وتعهدت بالاكتتاب بنسبة 50 مليون الأخرى في حال عدم تغطية هذه النسبة من المساهمين الآخرين. وقامت شركة منت بالاكتتاب ب 14% والضمان ب 10% من هذه الشريحة،
ونتيجة عدم قيام باقي المساهمين بالاكتتاب، فقد قامت الحكومة بالاكتتاب بالنسبة المتبقية من الشريحة الأولى ومقدارها 26%، وبذلك تكون الحكومة قد قامت بالاكتتاب بنسبة 76% من هذه الشريحة. ونتيجة ظهور نتائج عام 2015 التي تضمنت أرباحاً صافية قبل الضريبة مقدارها 21 مليون، وهي السنة الأولى من تطبيق الخطة، قد بدأ سعر السهم بالتحسن بالسوق المالي ووصل إلى أعلى من سعره الإسمي، إلا أنه نتيجة للخسارة التي عادت الشركة إلى تحقيقها بنهاية عام 2016 نتيجة الانحراف عن الخطة التشغيلية، عادت أسعار الأسهم للانخفاض. والنتيجة التي يمكن استخلاصها في هذا الموضوع بالذات بأن ما ذهبت إليه الحكومة من معالجات لهذا الأمر كان يصب في جانب المصلحة العامة، ولولا اتخاذ مثل هذا القرار لكانت النتائج سلبية وبتكلفة كبيرة على الخزينة تتجاوز زيادة مساهمتها في الشركة، الذي بزيادتها أصبحت لها النسبة الأعلى في الملكية، وأمكن تجنب التصفية المكلفة بالإضافة لفقدان ميزة أن يكون للبلد ناقلاً وطنياً لما لذلك أهمية بالغة. سابعاً، شراء واستئجار الطائرات. بناء على المعلومات الواردة من الشركة تبين لنا أن عملية استئجار عملية شراء واستئجار الطائرات كانت تتم من شركات معروفة عالمياً، إلا أنها كانت تتم بأسعار مرتفعة القيمة كما هو متعارف عليه عالمياً، نتيجة ضعف رأس المال في الملكية الأردنية، عدا عن قيام بعض مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بالتوجه إلى زيادة أسطول الطائرات دون القدرة على تشغيلها على خطوط معينة، علماً بأن العديد من رحلات الملكية الأردنية كانت تطير إلى وجهات معينة دون نسبة امتلاء عالية للمقاعد على الطائرات، وكذلك استخدام طائرات ذات عدد كبير من المقاعد، مما تأخذ من حيز الطائرة للرحلات القصيرة وبعدد مسافرين قليل، الأمر الذي يزيد من تكلفة أعباء الصيانة. ملاحظ، عند وضع خطة الأعمال التي بدأت عام 2015 لم يتم شراء أي طائرة، بل تم تحويل استئجار الطائرات السادسة والسابعة بوينغ 787 إلى شراء بدلاً من استئجار وحسب الاتفاقية الموقعة بالسابق. ثامناً، فتح وإغلاق الخطوط المنتظمة. ارتأت اللجنة التحقق أن تبين عدة أمور يجب مراعاتها عند فتح خط معين أو إغلاقه، وعلى النحو التالي: دراسة شبكة الخطوط على مستوى العالم دراسة متأنية، يجب أن يتم فتح وإغلاق الخطوط بناءً على أسس اقتصادية صحيحة، مراعاة وجود أسطول طائرات مناسبة وكافٍ لتغطية الرحلات الطويلة المدة أو القصيرة على أي خطوط جديد تنوي الملكية الأردنية تشغيلها، قيام الدائرة التجارية بعمل دراسات جدوى صحيحة لكل خط تنوي الملكية الأردنية فتحه أو العمل عليه وترفعه للإدارة التنفيذية لعرضه على مجلس الإدارة، أن تتضمن دراسة جدوى الأسباب الرئيسية لفتح هذا الخط والأرباح المتوقعة التي يمكن تحقيقها خلال وقدرتها على تغذية خطوط أخرى تطير لها الملكية الأردنية، بالإضافة إلى دراسة عملية المنافسة لشركات الطيران الأخرى وأن تطير على نفس الخط. ستة، عمل تقارير دورية كل 3 أشهر من قبل الدوائر التجارية لتقييم أداء الخط والنتائج التي حققها ورفعها للإدارة التنفيذية لعرضها على مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب. وعليه وبناء على التساؤلات التي وردت إلى لجنة التحقق من قبل مجلسكم الموقع والمتعلقة بعملية فتح خطوط معينة وإغلاقها بعد فترة قصيرة ومن خلال إطلاع لجنة التحقق على الإفادات التي كانت أمامها واستعراضها لأقوال الشهود، فقد حرصت اللجنة على ذكر الخطوط التي تم فتحها وإغلاقها والأسباب التي أدت إلى ذلك. خط جاكرتا، تم فتح هذا الخط لغاية الحج والعمرة، فهنالك العديد من المواطنين في جمهورية أندونيسيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 مليون نسمة، يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الأردن لأداء مناسك العمرة والحج، وكان هذا الخط يعمل بفعالية وبأعداد هائلة من المسافرين، إلا أنه قد تم إغلاقه، وبعد استعراض لجنة التحقق لأقوال الشهود لمعرفة أسباب إغلاق ذلك الخط، فقد أفادوا أن عملية إغلاقه جاءت نتيجة منافسة الخطوط السعودية للملكية
على هذا الخط، بالإضافة إلى أن الخطوط الأندونيسية أصبح لها اهتمامات بالتشغيل على الخط لغايات تسيير رحلات الحج والعمرة بأسعار تفضيلية للمسافرين. وبناءً على ذلك وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها لأقوال الشهود، فإنها ترى أن عملية إغلاق هذا الخط جاءت نتيجة سوء تنفيذ الخطة الموضوعة لإدارتها، حيث كان يتوجب على إدارة الملكية وفي ظل وجود المنافسة من قبل شركات الطيران الأخرى أن تعيد النظر بشبكة الخطوط التي يمكن تغذيتها من قبل هذا الخط، وأن تراعي أوقات المغادرة والوصول لكل رحلة بالطريق لكل رحلة بالطريقة التي تتناسب مع أوقات الرحلات الأخرى المغذية من قبل هذا الخط، بالإضافة إلى إعادة النظر بعمليات بيع التذاكر وتسويقها لهذا الخط. خط كوانزا، هذا الخط تم فتحه لغاية التبادل التجاري مع ما بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، نظراً للحركة التجارية النشطة التي تشهدها الصين، بالإضافة للحركة السياحية والأعداد الكبيرة من السياح الصينيين القادمين للأردن. وقد كان هذا الخط يعمل بفعالية وبأعداد هائلة من المسافرين، إلا أنه تم إغلاقه وبعد استعراض لجنة التحقق لأقوال الشهود لمعرفة أسباب الإغلاق، فقد أفادوا أن عملية الإغلاق كانت نتيجة عدم توفر طائرات كافية في الملكية الأردنية لخدمة هذا الخط، بالإضافة إلى منافس شركات الطيران الأخرى الاتحاد الإماراتية والقطرية على هذا الخط وبأسعار تذاكر منخفضة القيمة. وبناء على ذلك وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها لأقوال الشهود، فإنها ترى أن عملية إغلاق هذا الخط جاءت نتيجة سوء تنفيذ الخطة الموضوعة لإدارته. خط أنقرة تم إغلاق هذا الخط بسبب سوء إيرادات الربح. ثلاثة، تم إغلاق حوالي 12 خط من شبكة الخطوط المنتظمة التي تسيرها الملكية الأردنية، نظراً للظروف والأحداث التي حصلت في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا وظهور ما يسمى بالربيع العربي. ومن هذه الخطوط بنغازي، طرابلس، مصراتة، عدن، صنعاء، حلب، دمشق، البصرة، الموصل، الإسكندرية. وعليه وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع، فإنها ترى أن عملية إغلاق هذه الخطوط كان أمراً مفروضاً على إدارة الملكية الأردنية نتيجة الظروف السياسية، إلا أنه كان يتوجب على إدارة الملكية الأردنية أن تضع في خطتها الاستراتيجية بالعام الذي يلي العام الذي تم فيه إغلاق هذه الخطوط عن فتح خطوط أخرى قادرة على تعويض الخطوط التي فقدتها، إلا أن الأمر لم يتم اتخاذ قرار. تاسعاً، شراء خدمات المستشارين الأجانب وعقودهم. وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها لأقوال الشهود، فإنها ترى أن عملية شراء بعض خدمات المستشارين الأجانب في الملكية الأردنية كان قراراً خاطئاً وغير مدروس ومكلفاً مالياً. فقد تم تعيين العديد من المستشارين الأجانب في وظائف ومواقع حساسة وهامة في الشركة دون تحديد أهداف واضحة معينة لهم من المدير العام الشركة من قبل مدير عام الشركة يتوجب تحقيقها، بالإضافة إلى أن عملية المراقبة على أدائهم من قبل المدير العام كانت شبه معدومة، وكانوا يفرضون على الإدارة العليا التعاقد مع شركات استشارية لدراسة موضوع معين يتعلق بمجريات العمل. فكيف يتم إحضار مستشارين يتوجب عليهم تقديم الاستشارات المتعلقة بمجريات العمل، أن يفرضوا عليك بالنهاية التعاقد مع شركات استشارية لتقديم هذه الاستشارات عوضاً عنها؟ عاشر، الخط الجوي المنتظم على مقطع السودان الجمهورية السودان. عندما تم افتتاح خط جمهورية السودان كان من أنجح الخطوط التي تطير لها الملكية الأردنية، نظراً للحركة السياحة العلاجية النشطة للأشقاء السودانيين القادمين من وإلى عمان، إلا أنه وبعد استعراض لجنة التحقق لإفادة الشهود، فقد أفادوا أن خط السودان قد تسبب بخسائر فادحة للملكية الأردنية بسبب الديون المتراكمة. في مكبرات للصوت إذا مش سامعين أنتم حالكم، إحنا سامعينكم واللي برا في الساعة سامعين. والمستحقة للشركة في السودان والتي بلغت حوالي 27 مليون دولار دينار، وجاءت هذه الديون جراء قيود على تحويل العملة التي تم فرضها على جمهورية السودان، حيث أصبح من الصعب إخراج العملة صعبة
رغم محاولات الإدارة المتعاقبة على الملكية لإيجاد حلول لهذه المشكلة والتي تمثلت بما يلي: 1. تخفيض مبيعات التذاكر لخط السودان من داخل السودان والعمل على بيع أكبر عدد ممكن من خارج السودان. 2. مخاطبة وزارة الخارجية الأردنية لشراء مبنى السفارة الأردنية في السودان وتحويل عائد قيمة الشركة للملكية الأردنية. 3. مقابلة وزير المالية السوداني ومحافظ البنك المركزي السوداني لإيجاد حلول لتسوية هذه الديون دون جدوى. 4. إشعار الحكومة السودانية بإيقاف جميع الرحلات الملكية الأردنية المتوجهة على السودان، إلا أن الحكومة الأردنية رفضت ذلك لأسباب سياسية. 5. تخفيض عدد الرحلات الملكية الأردنية المتوجهة للسودان من 5 رحلات أسبوعياً لتصبح رحلة واحدة أسبوعياً. وعلى ضوء ذلك، وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع وتحليلها واستعراضها للمعلومات المقدمة لها، فإنها ترى أن هذه المعضلة قد تم ترحيلها من عام إلى آخر ومن إدارة إلى أخرى دون النظر بجدية لإيجاد حل جذري لها، وكان من المفروض الاستمرار في هذا التوجه لتفادي وضع مخصص لهذا الدين حتى لا تتأثر نتائج أعمال الشركة سلبا، وبالتالي تفادي وجود خسائر تؤثر على أسعار الأسهم. 90% من هذا المبلغ كان قبل وضع الخطة الإصلاحية للشركة، حيث بدأت الشركة بعدها بالتباحث مع التجار الأردنيين المستوردين من السودان من أجل ترتيب مدفوعاتهم للملكية مقابل استغلال أرصدة الملكية في السودان، وكان ذلك وكذلك إمكانية استيراد اللحوم سواء للقوات المسلحة أو التجار المواشي من أجل حل هذه المعضلة. 11. المحطات الخارجية للملكية. يوجد لدى الملكية حوالي 55 محطة خارجية يعمل فيها 300 موظف تقريبا، منهم 60 مبتعث من الأردن، وهؤلاء يستلمون مواقع مدراء محطات أو محاسبين أو مهندسين أو تابعين لدوائر أخرى من دوائر الملكية الأردنية. وبعد استعراض لجنة التحقق للمعلومات المقدمة لها عن آلية تعيين موظفين المحطات الخارجية، في اختيار موظفين المحطات الخارجية حيث يتم بناء على تنسيق ما بين دوائر الموارد البشرية والدوائر الأخرى التي يتطلب عملها وجود موظفين لها في المحطات الخارجية، ويتم ذلك بناء على عدة أمور: يشترط توفرها بهذا الموظف حسب التعليمات التي تم وضعها من قبل دائرة الموارد البشرية لشغل تلك الوظائف. وبعد دراسة لجنة التحقق للوقائع، فإنها ترى أن بعض عمليات التعيين لموظفين المحطات الخارجية قد كانت تتم دون مراعاة الأسس والمعايير المعتمدة، بل أن بعضها كان يتم من منطلق التنفيعات بناء على علاقات شخصية مع المدراء العامين للشركة دون الرجوع لدوائر الموارد البشرية. لذلك لا بد من إعادة النظر بعدد المحطات الخارجية التابعة للملكية الأردنية وتطبيق آلية اختيار وتعيين موظفيها. 12. شركة الأجنحة الملكية. تعتبر الأجنحة الملكية شركة مملوكة للملكية الأردنية، تم تأسيسها في عام 1975 لغايات تشغيل الرحلات العارضة وعدم منافسة الملكية الأردنية على الخطوط التي تطير عليها، فقد تم تخصيص طائرتين لها لنقل السياح القادمين للأردن من أوروبا نظراً للحركة السياحية النشطة التي كانت تتمتع بها المملكة. ونتيجة للظروف التي حدثت في المنطقة في عام 2011، فقد انخفضت الحركة السياحية للأردن وأصبحت الأجنحة الملكية تحقق خسائر تلو الخسائر جراء ذلك، كما يعزي ذلك إلى ضعف الإدارة التنفيذية لهذه الشركة وكثرة تعاقب المدراء العامين عليه. الخلاصة والتوصيات: تفضل. لقد سعت لجنتكم النيابية وعبر كل أدوات الاستفسار والسؤال والتحقق للإجابة على أسئلة التراجع في الخدمات المقدمة من الناقل الوطني الملكية الأردنية، والتي دخرناها عابرة لأجواء الدول معلية اسم المملكة تاجا في فضاء المنافسة. ولقد صدمنا أخيرا عند حاجز الاستعجال عندما جرى المس
بسمعة هذا المشروع الوطني الكبير وتاريخي، بعد أن تقرر تخفيض الكلف من الموازنة العامة على حساب جودة الخدمة. وإنه من المستهجن والمستغرب أن يجيب المدير التنفيذي للملكية الحالي على أسئلة اللجنة بقوله أنه مهتم فقط بخفض التكاليف عبر مختلف الأساليب، حتى ولو على حساب سمعتها التنافسية التي كانت تقدمها الملكية الأردنية. ولقد تفاجأنا عندما قدم المدير التنفيذي خطة عمله على أساس دراسات تستهدف ترشيد النفقة 8 مليون دينار للعام الماضي من مبلغ إجمالي خدمات الملكية، والتي وصلت إلى 700 مليون، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. علاوة على اهتمامه بخفض الكلف سعياً لتحقيق إنجازات مزعومة، والتي هي في حقيقة الأمر تتحقق عبر تهميش إدارات حيوية وأساسية لها اتصال مباشر بتعظيم الأرباح وليس فقط في بتخفيض الكلف. وكان ذلك بيناً عند سؤال المدير التنفيذي عن واحدة من قصص الإهمال، ومنها استئجار طائرتين ومدى صحة المعلومات عن انتهاء عقدهم. فليتبين للجنة بأن المدير التنفيذي لا يملك إجابة، وأن القصة من أساسها هي إهمال وتقصير في دراسة مدة عقود الاستئجار وعدم إخطار الطرف الآخر بقرار الملكية، مما يترتب عليه دخولنا في سنة جديدة من العقد، مما يترتب عليه خسارة متوقعة خلال العام الحالي. إن النظر إلى الناقل الوطني كمشروع ربحي ينضوي على إساءة، وإن كنا في لجنتكم مع وقف الإنفاق الزائد على الامتيازات والعلاوات وتعظيم مكتسبات بعض المدراء، فإننا لا نقبل المساس بسمعة الناقل الوطني عبر تدبير خدماته وإضافتها إلى حساب ترشيد النفقات وتقديم جزءاً معتبراً منه كنسبة إضافة وإضافية وعلاوة إلى راتب السيد بشلر الذي بلغ عقده أكثر من نصف مليون يورو، مضافاً إليه مصاريف إقامته في عمان من سكن ونقل وتغطية إجازاته الأسبوعية في دبي. ومن هنا توصي اللجنة بما يلي: 1- أن تعود الإدارة الملكية الأردنية بعقول وسواعد وطنية همها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها، وليس على حساب مقدساتنا من المشاريع الوطنية. فالعقول الأجنبية بخست منجزنا ونظرت إليه نظرة استثمارية مدمرة، فالمنافسة نحن بعيدين عنها ما دامت سمعة الملكية الأردنية كشركة طيران تتراجع في كل يوم. وعليه تنسب اللجنة إنهاء خدمات مستر بشلر فورا وتعيين شخصية وطنية. تصويب الاختلالات القائمة على أن يكون هذا التشكيل مراعياً لأسس الكفاءة والوطنية ووضع الاستراتيجية المسؤول عن تنفيذها. 3- وضع نهج إداري أسمى من القرارات يعتمد أسلوب الإدارة القائمة على تعظيم المنجز وليس على تعظيم الأشخاص. بعيد، يعتمد على تعظيم المنجز وليس على تعظيم الأشخاص، وأن يكون لتلك الإدارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار، لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعيينات. 4- متابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة، والعمل على توحيد أسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الأردنية وإعلام مجلسنا بالنتائج. 5- وضع استراتيجية شاملة يتم مراجعتها وتقييمها دورياً، من شأنها أن تضمن استرجاع أو شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقاً، مع تحديث خطة الأعمال للعام 2015 لعام 2019
والتي وافقت عليها الحكومة في حينه، مع الأخذ بوضع الاستراتيجية كاملة للسنوات من عام 2019 لعام 2024 يتم تقييمها بشكل دوري. 6. إعطاء الملكية الأردنية الميزة بالدعم الحكومي من إعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الأخرى التي تطير من وإلى الأردن، وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لشركات وحجبها عن الملكية. 7. قيام الحكومة بمساعدة الملكية الأردنية بتحصيل الأموال المودعة لها في بنوك تجارية في جمهورية السودان، والتي وأن تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية المشتركة، والبالغة كانت 27 مليون حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا، أما الآن فوصلت إلى 2 مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه حاليا. 8. إعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من أجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول، كونها تشغل حوالي 45% من خدمات المطار. 9. إعادة النظر بآلية اختيار موظفين الملكية الأردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على أدائه. 10. إلغاء فكرة بيع الأجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ومن باب أولى التوجه إلى إعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيسي على أساس الطيران المنخفض التكاليف. 11. عدم بيع قطعة الأرض العائدة للملكية الأردنية والتي تقع في مرج الحمام، والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية مستر بشلر. 12. إخضاع الملكية الأردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد أن أصبحت الحكومة تمتلك نسبة 80% من أسهمها. 13. التحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية الأردنية من قبل الجهات المختصة. بناءً على ما تقدم، توصي اللجنة المجلس الكريم الموافقة على توصياتها المرفقة، والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة رئيس اللجنة على هذا التقرير الموسع وعلى التوصيات. زملاء، سنفتح باب النقاش دقيقتين لكل زميل. لا، أول زميل إذا بدي أستأذنك وأعطي حازم، لأنه وراء يعني أول شيء نتمنى لك الشفاء أخو أبو سارة، وإلك حق الحديث أولاً لأنك طالع الساعة 12:30. تفضل. فاتح السيدي سيدي. هلا هلا. شكرا سعادة الرئيس، الله يعطيك العافية. سعادة الرئيس الأخوة الزملاء، نشكر اللجنة على هذا التقرير المفصل، لكن للأسف يعني بتلاحظ إنه التقرير بشيب الرأس مثل ما بقول، ولم نجد أي شخص يعني يأتي رئيس مجلس إدارة ويأتي مدير تنفيذي، هذا يعمل شركة مساندة وهذا يلغي شركة، يعني الأمور يعني لغاية الآن ما عرفنا مين يتحمل المسؤولية. وأخيراً أنا أعجبتني التوصية الأخيرة، لأنه كنت موجه سؤال للحكومة عن بيع الأجنحة الملكية لسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة، لأنه عملية البيع كانت تمت من دون دراسة أي جدوى، ويا ريت إنه يكون فيها جدوى إنه الطيران يصير أكابا فلاي كانوا بدهم يسموه، لكن لغاية الآن لم يأتيني الجواب على هذا السؤال. يعني شركة عملاقة مثل هيك، يعني والله إشي مأساة وإشي بحزن إنه يصل فيها الحال للحد هذا. إحنا بنعرف إنه قيادات عندنا قيادات بشرية موجودة، وقيادات كانت مستلمة الملكية وطلعت إلى دول عربية وبرواتب خيالية ومؤهلين، لكن إحنا في الفترة الأخيرة اعتمدنا على القيادات الأجنبية اللي حتى ما بترد على مجلس الإدارة. يعني مجلس الإدارة بيكون له توصيات معينة، يعني داير عرضه مثل ما بيقولوا لا برد ولا بصد على المجالس الإدارة.
ولذلك توصلنا إلى الحالة السيئة اللي وجدناها في التقرير. لذا أقترح يا أخي بسرعة حازم، لأنه أقترح تحويل ملف الملكية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وشكرا سعادة. شكرا الأخ صدام. الوقت دقيقتين وأرجو أن نتقيد بالتوقيت. لا أنا نص دقيقة بس بالتأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا بنطالب هذا يحتاج إلى تحقيق معمر، فأنا بطالب إنه تحويل بشنر والملقي وكل رؤساء المجالس الإدارة على النائب العام هون نخلص من هالقضية، وهذا تحتاج إلى تحقيق، والملقي يتحمل مسؤولية كاملة. شكرا السيد محمود النعمات. سعادة الرئيس، ذكر رئيس اللجنة وهل صحيح أن جميع الطائرات مستأجرة باستثناء 5 طائرات ولم تدفع من ثمنها سوى 1% والباقي ديون في ذمة الملكية؟ كيف لهذه الشركة أن تربح وهي تستأجر طائرات بالرغم أن تكلفة الاستئجار هي أعلى بكثير من تكلفة الشراء؟ ما هو الهدف ومن الذي يعبث بالملكية؟ أنا أحمل المسؤولية لسليمان الحافظ الذي عاث فسادا في الملكية من خلال قراراته الخاطئة والتي ترتبط بمصالح شخصية، وأنا مع تحويل الملف إلى النائب العام. شكرا سعادة الرئيس. السيد خالد رمضان. زميلات زملاء سعادة الرئيس، رسالة بالبداية حول موضوع الغارمات، أقول الشكر للمبادرة الملكية، وأضيف حق الشعب كنائب عن الناس، حق الشعب يعرف 5 شركات مين ملاكها وين حساباتها على ظهر السطح. 2، أطالب بالإفراج عن الدكتور باسل البرقان الذي يقبع الآن في سجن جويدة. أعود للموضوع. شكر للجنة، لكن أقول أن التقرير يقترب قبل التوصيات بمنطق حفار دفار. هذا الكلام لا أعتقد أنه مقبول بمنطق الإدارة. مررت وعديت كلمات مكررة: سوء إدارة، تنفيعات، خلافه، خط هون لسوء تنفيذ الإدارة، تنفيذ القرار. أما موضوع الموظفين، متى تم استخدامه؟ 4500 تم استخدامه لتمرير قرار توسيع الأسهم وشرائها. أما الآن ماذا يعاني الموظفين؟ إلهم الله. ولذلك التقرير بالمنطق المنهجي لا أتفق معه. لماذا؟ لأنه يمرر التخصصية، لأنه يمرر قصة عجز مجلس النواب أن يحصل على توقيع بيع الأسهم لميقاتي وخلافه. الآن وقع التقرير بمطب كأنه يمرر مرحلة. ولذلك بناء على كل ذلك وأهمية الوقت، استئجار الطائرات مش من شركات كلها معروفة، لا من شركات في كريتمان آيلاند غير معروفة وخلافه، في استئجار كمان لمحركات ماتورات ب 27 مليون ثمن المحرك. ولذلك باختصار، هذا التقرير وبمسؤولية عالية يحتاج إلى متابعة من المجلس وتحويله لهيئة النزاهة لنتعاون لنصل إلى النتيجة. شكرا. السيد عقل الغمار. شكرا سعادة الرئيس، الزملاء، الزميلات والزملاء. حقيقة بداية أود أن أشكر اللجنة الكريمة على الجهود اللي بذلوها، ولكن في لحظة من اللحظات تجد بأن اللجنة وكأنها تقف حقيقة مع إدارة الملكية، وعند في هناك جملة بالتوصيات بتقول إن النظر إلى الناقل الوطني كمشروع ربحي أمر ينضوي على الإساءة. إذا كان الناقل الوطني هو بيكون الناقل الوحيد اللي يمثل البلد، وبالتالي إذا لم يكن ربحي فلماذا إحنا ننشئ هذا الناقل الوطني؟ حقيقة في 10 سنوات الأخيرة يمكن أكثر تعرضت الملكية وأصبحت حق التجارب، ومر بخصخصة ومر بالمؤسسات اللي تابعة للملكية، ومن ثم هذا يقودنا لأن هناك فساد إداري مستفحل واستغلال أدى إلى فساد مالي، وآلت إلى ما آلت عليه الأمور بالملكية اللي إحنا الآن أصبحنا مثقلة بالخسائر. وتجد هناك الكثير من
من المدراء للتوالوا على الملكية أدوا إلى خسائر، وبالتالي خسائر وخسائر أدت إلى المزيد حتى وصلنا إلى المرحلة اليوم. حقيقة الموافقة على جميع التوصيات التي ذكرتها اللجنة الكريمة، ولكنني أضيف توصية هنا بأن يجب تحويل هذا الملف بأكمله إلى النائب العام حتى ينظر فيه ومعالجة جميع القضايا الفاسدة سواء كانت إدارية أو فساد مالي في ذلك. وشكرا سيد. شكرا فيصل أول. شكرا معالي الرئيس. نشكر اللجنة على هذا الجهد، وهذه قضية وطنية هامة ولا بد من إجراءات تنهض بالملكية الأردنية كناقل وطني لتصبح قصة نجاح ترفد الخزينة بدل من أن تشكل عبء على الوطن. وقد لاحظنا من خلال التقرير أن سوء الإدارة وعدم وضع خطط تسويقية هي التي أدخلت أو أوصلت الملكية إلى هذا الحال، ونعلم أن سوق الطيران في الأردن لا يحقق نمو، ونحتاج إلى زيادة العروض وزيادة الخدمات التي تلبي احتياج المسافرين ليس فقط في درجة رجال الأعمال ولكن أيضا في الدرجة السياحية. توصيات اللجنة يعني أنا بشوف أنه من شأنها النهوض بالناقل الوطني، وأنا مع الأخذ بها وإحالتها للحكومة مع ضرورة متابعة تنفيذها. وشكرا. شكرا سيد قيس. قيس زيادين تفضل. شكرا سيد الرئيس. أول نقطة أود أن أعرج عليها هي أننا نطالب وبدون مواربة بالحرية لباسل برقان. اليوم يعني الرجل خلف القضبان والمحكمة لم تبدأ أصلا أو تنتهي، يعني هو لا يشكل خطر على المجتمع، وبالتالي نطالب ومن تحت هذه القبة أن يكون له حرية وأن يخرج من السجن. النقطة الثانية وفيما يخص الملكية، يعني ومع احترامي للتقرير، لوهلة أحسست أن تقرير الملكية الأردنية يتلى علينا تحت القبة. اليوم الحالة عميقة في الملكية الأردنية. المدير العام يتلقى قرابة النصف مليون دولار رواتب، يورو رواتب. هذه أمور لا يمكن القبول بها. عندنا كفاءات وطنية، عندنا رجالات في هذا الوطن عليهم أن يكونوا على رأس هذه المؤسسة العريقة التي نفتخر ونعتز بها، ويوما من الأيام كانت من أحد أهم الناقلات في العالم الملكية الأردنية. اليوم لننظر ما تعاني الموظفين، يتم استغلالهم للوصول إلى تسويات، بيعملوا بشفتات أكبر وأكبر وأكبر. اليوم أنا مع احترامي لهذا، لكن يجب أن يكون هناك حلولا أعمق لمعالجة المشكلة العميقة التي تواجهها الملكية الأردنية، والوقوف على كل الأمور التي حصلت فيها بالسابق. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد يوسف الجرة. شكرا سعادة الرئيس. نحن كلجنة نقل، لجنة تحقق وليس تحقيق، والتوصيات الآن بيد المجلس. ولكن إذا سمحت لي سيد الرئيس، بناء على مع احترامي لحديث نائب رئيس الوزراء عن التشاركية، في الآونة الأخيرة كثرت تصليحات مغلوطة أو صحيحة من بعض الوزراء، يا إما هدفه الشعبويات وتبرير الفشل بعدم إدارة وزارته، منها أمور الواسطات بالنسبة لوزير الاتصالات، وزير المياه يعني وسلطة المياه بتقول مضغوط بترخيص 500 بئر ارتوازي من قبل النواب. يا ريت يطلعوا على رأس عمله يبرر لنا، مش بكرة بس يروح يقول روحوني حاربت الواسطات وحاربت الفساد. أكثر نائب بتواسط لإعفاء مريض يا سرطان يا قلب. وإذا كان يعني اليوم واسطة واحد انتقل من بني عبيد إلى الموقر، إذا كانت تاي واسطة الله يلعن هيك واسطة. أما إذا الوزير بده يبرر فشله ويصير حاله أبو علي يطلع ويتفضل يحكي. فنتمنى على دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة يشوف لنا وزير الاتصالات ووزير المي 500 بير هذول وينهم، أو يبطل كذب ويشلح، ولكل واحد منهم يشلح سلساله قبل ما يكون على إدارة وزارة، مش لابس سلسال بقول أنا وزير وبحارب الواسطة. شكرا سعادة الرئيس. السيد نبيل الشيشان لو سمحت يا أخوان. شكرا سعادة الرئيس. الحقيقة جهد مقدر للرئيس وأعضاء لجنة الخدمات العامة والنقل في عرض الحال فقط، لكن توصيات اللجنة ضعيفة ولا تتناسب مع حجم الضرر المتحقق. لما لم يوصى بمحاسبة رؤساء المجالس والمدراء العامون الذين تراجع أداء الملكية في عهدهم
وتراكمت خسائرها تحت إداراتهم. نعم تم التوصية بعدم عودتهم للمجلس وللإدارات العليا، لكن كان ينبغي محاسبتهم وتحويلهم للقضاء والنائب العام. لماذا أعيد اختيار السيد هيثم مستو رئيس لهيئة سلطة الطيران المدني ويكافأ بدل أن يعاقب ويحول للنائب العام؟ كذلك محاسبة من قام بتعيين السيد بشلر الألماني بهذا العقد الباهظ، أكثر من نصف مليون يورو، مضاف إليها مصاريف إقامته في عمان من سكن ونقل، كذلك تغطية إجازاته الأسبوعية في دبي، ومعالي عامر الحديدي اللي عين 11 مدير دون الحاجة لهم حسب تقرير اللجنة، لماذا لم يحول للقضاء والنائب العام؟ ثم عدم تضمين الخلل الإداري في الملكية الأردنية وتنافس بعض المديرين السلبي أثناء العمل والمكايدة الوظيفية التي تؤدي بالضرورة إلى خلل في القرارات وينعكس على مكتسبات الملكية وسمعتها الداخلية والخارجية، وخصوصا ما حدث من ترفيع ابن رئيس الوزراء فوزي هاني الملقي بمجرد استلام والده للمنصب مكايدة لابن سليمان الحافظ رئيس مجلس الإدارة، وما كان يحصل بينهما يستوجب محاسبة ومعاقبة الطرفين المتسببين بهذا الخلل وتحويلهم للقضاء. بالنسبة للتوصية التاسعة، لماذا نعيد النظر في آلية تعيين الموظفين؟ لماذا لا يتم تقليص هذه الأعداء واستبعاد من تم تثبت بتعيينهم من قبل المدراء العامين تنفيعات شخصية دون وجود كفاءة؟ لماذا لا يحاسب أولئك الذين اتخذوا القرار بتعيين هؤلاء؟ شكرا السيد رمضان الحنيطي. رمضان تفضل، حديث لك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تقرير اللجنة وأساندها، كما هو طالب إلزام الحكومة بالتوصيات الواردة في التقرير، وأضيف أن حجم الخسائر المتراكمة ينذر بالخطر، وهذا يحتاج إلى محاسبة القائمين على إدارة الملكية في تلك الحقبة، وشكرا سيدي الرئيس. شكرا. دكتورة ديما. شكرا سعادة الرئيس. جهد طيب للجنة التحقق، ولكنه يؤكد أيضا أنه لم يبقى لنا من الملكية سوى اسمها وبعض الأسهم ربما، أما الطائرات والخدمات المساندة فهي ليست أردنية كما يظهر التحقيق. ولأن التوصيات ليست ملزمة، أقترح بتحويل الملف إلى مكافحة الفساد، وأؤكد أنه أيضا خلال التحقيق يمكن على الحكومة أن تتخذ بعض الإجراءات، وهي أولا توطين الوظائف العليا في الملكية الأردنية، وأنا بذلك أتوافق مع توصية اللجنة بضرورة عزل الإدارات الكبرى وكل من كان سببا في هذه الخسارة وإحلال الأردنيين مكانهم. الأمر الآخر، يجب المحافظة كما قالوا على الناقد الوطني، يكفي أنه يحمل اسم الأردن، ولكن مع ذلك المنافسة أيضا يجب بالحفاظ على الأجنحة الملكية لتقديم خدمة منافسة وبأسعار ذات تكلفة منخفضة، وكذلك القيام بحملات دعائية لتقديم الناقل الوطني بشكل مختلف وأسعار منافسة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا سيد خالد البكار. شكرا سيد الرئيس. أولا أشكر اللجنة رئيسا وأعضاء على الجهد الذي قاموا به، وهو جهد مقدر، وأقول أننا أمام هذا التقرير، هذا يعتبر وكأنه امتحان للحكومة، ويوم الامتحان والبقية عنه. لا يعقل أن نتحدث عن شركة بخسائر 110 مليون دينار وأن يمر هذا التقرير مرور السلام ولا كأنه في شيء، ولا يعقل أن نتحدث عن شركة مكاتبها التمثيلية يعني وكلاءها في الخارج بيربحوا أكثر منها. يعني صرنا نتأمل أنه هالوكيل اللي موجود بموسكو واللي موجود بالنمسا ولا بغيرها أنه هو يتملك هالملكية ويديرها مدام هو محقق أرباح 250 ألف دينار، هي السنة الوحيدة اللي محققين فيها أرباح. أنا أتحدى أمام هذا المجلس الكريم بذا الملكية وأقول لكم قديش حصة المكاتب التمثيلية الخارجية من الملكية سنويا راح تكون أكثر من أرباح الملكية. وعلي سيد الرئيس واستغلالا للوقت، لدي مجموعة من التوصيات المباشرة. أولا،
المسؤولين عن الخسائر يعني المدراء في الحقبة الزمنية التي فيها خسائر 110 مليون إحالتهم فورا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إعادة النظر بمكاتب التمثيل الموجودة في الخارج، ثلاثة العمل الفوري على إعادة الشركات الرديفة مثل الأسواق الحرة وصيانة الطائرات وغيرها إلى حضن الملكية الأردنية. التوصية الأخيرة محاسبة وإحالة من قام بتعيين المدير التنفيذي الحالي، مش المهم إقالته، المهم من جاء به إحالته فوراً إلى النائب العام، لأن من جاء به بهذه المصاريف هو أعباء زائدة على الملكية ويتحمل المحاسبة. شكراً سيد خير أبو سليم. شكراً سيد الرئيس عند دراسة الكلف التشغيلية لأي مشروع استثماري ننظر إلى شقين، الشق الأول زملائي هي الكلف التشغيلية، والشق الثاني الكلف الإدارية. الحقيقة عملنا تحليل للكلف التشغيلية للملكية لنجد أن الكلف التشغيلية منسجمة مع الممارسات العالمية، بمعنى أن الكلف التشغيلية تأتي في منتصف المنحنى مقارنة مع شركات الطيران المشابهة. إذا كانت الكلفة التشغيلية منسجمة، أين الخلل؟ واضح أن الخلل في الكلفة الإدارية. والدليل على صحة هذا الكلام أنه بسنة 2015 ربحت الملكية 21 مليون، لكن السنة السابقة لها 2014 كانت الخسارة 40 مليون، وبال 2016 السنة التالية لهذه السنة كانت الخسارة حوالي 25 مليون. يعني منحنى الربح والخسارة مش منسجم مع بعضه، وبالتالي هذا واضح أنه في نقطة كبيرة جدا في الخلل في إدارة الملكية. أنا يعني أتفق مع كثير من التوصيات، ولكنني أخالف اللجنة المحترمة في قولها أن النظر إلى الناقل الوطني كمشروع ربحي أمر ينضوي على إساءة. يعني إذا ناقل وطني معناته الناقل الوطني يخسر، يعني هذا كلام أنا بعتقد في رأيي وفي ظني وفي اعتقادي أن الملكية هي كوست سنتر ولها مركز مالي ويجب أن تربح، وأن الملكية يجب أن تعمل على أسس تجارية. كما أنني لا أتفق مع توصية اللجنة بمنع خصم 45% بمعاملة تفضيلية من قبل مجموعة المطار، الذي أضر بالملكية والذي أساء إلى الملكية عبر فترات كبيرة سابقة هي المعاملة التفضيلية التي أخذتها الملكية. أتفق تماماً مع توصية اللجنة بإلغاء فكرة بيع الأجنحة الملكية، وكنت أتمنى أن يكون هناك بحث عن المركز المالي للمحطات الخارجية حتى تكتمل الصورة، وفي اعتقادي أن المحطات الخارجية فيها كثير من الإشكالية كما تحدث. شكراً سيد خميس عطية. شكراً دولة الرئيس المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا الجهد، ونقدر عالياً جهود لجنة الخدمات الحالية والسابقة. ولكن زميلي حسن العجام يتحدث لي بأن هناك كان تقريراً مختلف عن هذا التقرير الذي أعدته اللجنة، فيا دولة الرئيس أتمنى منك إعطاء المهندس حسن زميلنا حسن لإيضاح وضعنا في صورة التقرير السابق واللاحق. وأنا مع توصيات المتعلقة بتطوير أداء المالكية، وأنا شخصياً أدعم هذه التوصيات، وخاصة إقالة المدير التنفيذي، وأردنت الملكية بإعطاء الفرصة للأردنيين لقيادة الملكية من جديد، وأن تكون كل المواقع القيادية للأردنيين من خلال اختيار الكفاءة والجدارة لتبوء المواقع القيادية. أما بخصوص التوصية المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، فأنا أعتقد أن رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس سعيد دروزي قام بجهد كبير في تطوير الملكية الأردنية، لذلك أعتقد أنه المطلوب إعادة تشكيل مجلس الإدارة مع الإبقاء على رئاسة دروزة، لأنه شخصية نظيفة وكفاءة عالية، ومن الخطأ أن نخسر مثل هذه الشخصيات. أنا أعتقد أن سياسة الخصخصة في الملكية فاشلة، وبقيت الدولة تقدم دعماً مالياً للملكية الأردنية. لذلك أطالب بأن تعود هذه الشركة لتكون مملوكة كاملاً للدولة، حتى نبرر فكرة تقديم دعم مالي لهذه المؤسسة، لأنه لا يمكن تبرير فكرة دعم شركة فيها مساهمين وبعضهم ليس أردنياً. ومن هنا أطالب بأن تكون ملكية هذه الشركة مملوكة للدولة بالكامل، وحتى تكون الملكية خاضعة لرقابة الحكومية ومساءلة مجلس النواب ورقابة ديوان المحاسبة
صفاء المؤمنين. مساء الخير. بداية أقول لك الله يا وطني، باعوا مقدراتك وخصصوا شركاتك ومواردك وأصبحنا نعاني ما نعاني، وصادروا أبنائك وكفاءاتك المخلصين ووضعوا على الرف، وجاءوا بمن هب ودب وأصبحوا يسيد ويميد فيك وعلى حساب أبناء الوطن. وهذه صورة مكررة في كل مؤسسات، فهذه الصورة في الملكية وموجودة في كثير من مؤسسات. كيف تباع الأسهم بسعر منخفض ويعاود تعاود الملكية شرائها بأضعاف ما باعت فيه؟ كيف يتم التجاوز في التعيينات بهذا العدد وبهذه الرواتب الفلكية والخيالية؟ كيف يتم بيع الطائرات وشرائها ونقول حققت ربح لأنها باعت الطائرة؟ ما شاء الله، شو هالربح لما باعت الطائرة والرواتب الخيالية؟ وكيف لنا أن نحاسب كل من أهمل وقصر واستغل وظيفته؟ أنا مع تحويل هذا الملف إلى النائب العام، يجب أن يأخذ القضاء مجراه، وكل مقصر يجب أن يحاسب، وأن تعاد مقدرات الوطن إليه، وأن لا نبقى ننظر إلى الملايين المهدورة والمليارات والكفاءات وكل ذلك بنظرة وكأن إحنا نتعاطف مع هذه الشركات، وكأنها هي لهذه الشركات بعدما وعت أصبحت نتعاطف معها، بينما لما كانت مقدرات الوطن الملكية يجب أن تبقى هي للدولة الأردنية وتملكها الدولة الأردنية وتشرف عليها الدولة الأردنية، ولا يجوز أن نعين اللبناني والألماني. ولماذا؟ وأين هي كفاءات هذا البلد؟ التحويل إلى النائب العام، الرجاء التحويلها إلى النائب العام حتى نعيد جزء من هيبة هذه الدولة، نعيد جزء من مقدراتنا المنهوبة والمسروقة إلينا، وحتى يشعر كل مسؤول بأنه سيحاسب إذا قصر. بينما وقف. شكرا. السيد نبيل غيشان. سيد الرئيس، أتوجه بالشكر بداية لجلالة الملك لإضاءته على موضوع الغارمات، لكن أنا أعتقد أن ليس المسألة هي دفع الفلوس للغارمات حتى لا تتعثر الشركات المقرضة. نحن نريد أن نصل إلى نتيجة لماذا هذا الوضع وصل، وما هي هذه الشركات، ولماذا وما هي نسب المخالفات، نسب الفائدة. أعتقد أننا بحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق. أما في موضوع الملكية، أعتقد أولاً أشكر اللجنة على جهودها، لكن أنا لا أعتقد أن تقريرها يقترب من تشخيص الوضع السرطاني في الملكية الأردنية، فالوضع أسوأ بكثير مما جاء في التقرير. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى إضاءات كثيرة على موضوع تغطية طرح الأسهم اللي 45% من الأفراد من الأردنيين اللي دفعوا أكثر من 130 أو 125 مليون ذهبت أدراج الرياح. نحن بحاجة إلى معرفة حقيقية في موضوع ومن هم الأشخاص والشركات الحقيقيين في استئجار الطائرات وشراء الطائرات، وخاصة دريم لاينز وتأجيرها وشراء طائرات البرازيلية التي كبدت الملكية خسائر كبيرة هم يعرفونها. أما موضوع المستشارين الأجانب فهذا موضوع ليس فقط قرار خاطئ، هذا بحاجة إلى وقفة أكبر من مجلس النواب ومن الحكومة. أنا أعتقد أننا بحاجة. أما موضوع إحالة بشلر، وأنا مع إحالتي، مع إنهاء عقده، لكن قبل ذلك يجب أن هل لدى الشركة معرفة بعقد هذا الرجل؟ هل هناك شرط جزائي مثل اتفاق؟ شكرا. السيد خليل عطية. بدي أكمل من حيث انتهى زميلي المدير التنفيذي. لا دخل لنا يا زملاء يا كارم بتعيين المدير التنفيذي. المدير التنفيذي في هيئة عامة بتحاسبه، في مجلس إدارة بحاسبه. دعونا ألا نكون سابقة في التدخل في الشركات المساهمة العامة ونفرض عليها بتغيير المدراء العامين. مع كل احترام بداية للتقرير الرائع من اللجنة التي أبدعت فيه وتناولته بطريقة مفصلة كاملة، فالشكر الكامل للجنة على ذلك. اثنين، كنت أتمنى أن أرى في تقرير اللجنة دور مراقبة الشركات في ذلك. أين مراقبة الشركات؟ أين هذه الجهة الحكومية المفروض أن تراقب الشركات العاملة في البلد؟ وأنا برأيي إذا في تقصير في هذه
في الملكية يتحملها مراقبة الشركات، لا أعني المراقب الحالي، ولكن من ابتداء توالي الخسائر في هذه الملكية أنا برأيي المفروض نعطي إضاءة كاملة أن مسؤولية مراقبة الشركات هي الشركات المساهمة العامة، هي من مراقبة الشركات اللي تتبع لوزارة الصناعة والتجارة. مجلس الإدارة الأخير، كلنا نعرف سعيد دروزة هذا الرجل المعطاء، الرجل الذي أثبت بكل مكان هو فيه مبدع الإبداع، سواء لما كان وزيراً للصحة أو لما يقود أكبر شركة أدوية في العالم وحققت الأرباح. السودان في مصاري للملكية على السودان، وين دور الحكومة والبنك المركزي في تحصيل هذه الأموال في ظل الانخفاض اللي صار بالجنيه المصري؟ اثنين، الضرائب التي تدفعها الملكية يا أخوان، التذكرة تبعت قبرص مش عارف 100 أو 125، تدفع الملكية 85 دينار لضرائب للحكومة، بينما تعفى الشركات الأخرى التي تنقل أن تنقل. كيف ندعم الناقل الوطني؟ بعدين يعني حطت النظر أن الناقل الوطني ربح. شكرا السيد بدر النهار. شكرا سعادة الرئيس، مساء الخير للجميع. الشكر الموصول على التقرير للجنة الخدمات على الجهد المقدر لهم، لكن ملاحظاتي على هذا التقرير أنه تقرير ضعيف ومجامل ومتناقض ومدافع عن الحكومة وعن إدارة الملكية، وهذا التقرير والعمل لا يليق ولا يرتقي بمستوى عمل مجلس النواب. من حيث الإدارات، سوء الإدارة واضح بالتعيينات، بالتنفيعات، تعيين أعضاء، رؤساء، مجالس إدارة، المدراء التنفيذيين، هذا العمل مش دورنا ولا شغلنا، هذا شغل الحكومة، وتتحمل مسؤولية الحكومة لأنه هي اللي كانت تعين أعضاء مجالس الإدارة، وهي اللي كانت تعطيهم الامتيازات، وهي اللي كانت ترسخ مفهوم الشلالية والمحسوبية والواسطة. فسؤال بس صغير أنا بدي أسأل الحكومة، أنتوا بعتوا 260 مليون وبعتوا الخمس دوائر 138 مليون وكسور، يعني 100 مليون دينار أردني، والآن ساهمتوا كحكومة من 2015 لل 2019 200 مليون، بالإضافة في خسائر 110 مليون في شغل للملكية من 2001 لما خصصتوها للآن، والسوق الحرة أنتم بايعينها قبل الخصخصة، بايعينها من سنة 2000 ب 42 مليون. لذلك هاي الأموال هي موجودة بجعبة الحكومة، وبالتالي وين الأموال هاي راحت؟ هاي نقطة. النقطة اللي أهم نقطة وخلاصة الموضوع، أنه إحنا أصبحنا على ما يبدو بدون طيران، بدون طائرات، بدون دوائر، بدون شيء، وإخواننا بتتغنوا باسم الملكية، بيعوا يا إخواني، بلكي أنه يسد الخسارة إذا هذا الـ 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 الاسم. اختم إذا سمحت. هو دورنا الآن كمجلس نواب وكحكومة، إذا إحنا عايزين أنه نجيب موظف يحضر عند لجنة التحقق، وشو الموضوع الأراضي اللي هو أصبحنا إحنا مكتب عقاري، الملكية أصبحت مكتب عقاري، وشو دورنا الآن كمجلس نواب بالتوصيات؟ شكراً. دورنا بالتوصيات إن كنتوا وصلوا للحكومة يا أخوان، لا تقللوا من دور المجلس، من حق المجلس الآن أن يرفع التوصية التي يراها مناسبة، إما أن يحول النائب العام أو للهيئة أو للحكومة، كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس. أنا لا نقلص من مستوى أداء المجلس. وفاء بني مصطفى. شكرا سعادة الرئيس. ابتداء الحرية لباس البرقان ورفاقه، لا تجعلوا الكلمة والرأي تهمة، ويعني أستغرب يعني التعامل مع السيد باسل برقان ورفقه وكأنهم خطر على المجتمع. لدينا قضاء نثق به وقضاء عادل، وإن كان هنالك من مخالفة للقانون فيمكن ذلك دون أن نبقيهم رهن الاحتجاز والتوقيف. أنا سأتكلم عن نهج التخصصية الذي أثبت بأن الفساد في الأردن مقوناً ومشرع، وكل مر بقرارات وبقوانين، وبالتالي مع الأسف الشديد كل لجان التحقيق يعني تصطدم
بأن الممارسات فيها محاباة وفيها واسطة وفيها فساد وفيها تربح للأسف الشديد بأنها مغطى قانونياً، وهذا أوصلني إلى أن مكافحة الفساد في بعض الملفات هي عبارة مقتبسة من أحد قصص الخيال العلمي وغير قابلة للتطبيق. مع الأسف الناظر فقط إلى ملف بيع واستئجار الطائرات، هذا يعني أوضح من الشمس هذا الملف، وأنا أعتقد بأنه يجب أن يحول بالكامل إلى النائب العام. هذا الملف واضح جداً، من هي الشركات المستفيدة من وراء استئجار الطائرات؟ وأين هي هذه الشركات مسجلة؟ ما مبررات الخسارة؟ وكيف لم تنطبق على عام 2015؟ وأنا أؤيد زميلي خير أبو سعيلي كاملاً، كيف استطاعت الملكية أن تحقق 21 مليون في 2015؟ هذا دليل على أن الفساد إداري والنهج النهب من الإدارة كان نهجاً مستمراً قبل وبعد 2015، وبالتالي تصليحنا للملكية يجب أن يكون بوقف الترهل الإداري الموجود في الملكية من رأس الملكية إلى آخر. شكراً الأخ مصطفى العساف. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ اللحظة الأولى لمشروع التخاصية والخصخصة كنا قد حذرنا بأن مثل هذا المشروع سيؤدي إلى هذه النتائج السيئة التي يعاني منها الوطن والمواطن الآن من سوء الفساد وسوء الإدارة. الناظر إلى هذا التقرير حقيقة يصاب بالغثيان، يصاب بكل معاني الخيبة وما يجد من ذلك، لأننا حينما ننظر إلى الملكية وسواها جميع المؤسسات إلى النائب العام لا يعقل بأنه والآن في الملكية يمارس ظلم إداري على الموظفين. يجب أن يحاسب هؤلاء الظلم الذين يمارسوا الظلم الإداري على الموظفين، وهذا يؤدي إلى خسارة الملكية. الآن لأن فلان ابن فلان معين، هذا ابن الملقي وهذا ابن سليمان الحافظ، يعني لو كان ابن غير هان الملقي هل سيعين؟ هذا يلد والوظيفة الكبرى تنتظره، وغيره يشيب رأسه ويشيب شعره وهو لا يجد وظيفة. لماذا البطالة تتراكم وهؤلاء وهم بمرحلة الولادة الوظائف تنتظرهم؟ لأن هذا ابن الملقي وهذا ابن الحافظ وهذا ابن فلان وهذا ابن علان، هذا ظلم، يجب أن يحارب هذا الظلم. أما أن نبقى ساكتين ونحن هنا في مجلس النواب أطالب وأصدق إخواني وأرجوكم أن نحول هذا الملف إلى النائب العام، وشكرا. شكرا. نقطة نظام إيش يصير بك؟ عاطي حسين قيسي. شكرا سيد الرئيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نقطة النظام سيد الرئيس تتعلق بتصحيح واقعة وردت على لسان أحد الزملاء الأفاضل فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية. أي نعم، وفق أحكام قانون الشركات أن الهيئة العامة هي صاحبة الصلاحية في محاسبة الإدارة التنفيذية للشركات المساهمة، إلا أن هذا القول مع كل الاحترام والتقدير يتجاهل واقعة وردت في التقرير، هي أن الحكومة الآن تملك في هذه اللحظة بعد استعواضها على مجموعة من الأسهم أكثر من 80% من أسهم هذه الشركة، وبالتالي من حق هذا المجلس الموقر أن يثري رقابته على مجمل أعمال هذه الشركة، لا بل أذهب مع توصية اللجنة الموقرة بإخضاع هذه الشركة إلى رقابة ديوان المحاسبة. وإلا سيد الرئيس كيف يعقل أنه تم خصخصة هذه الشركة وخصخصة الشركات المساندة التي كانت هي من تدر الأرباح على هذه الشركة، ومن ثم تكتشف الحكومة أنها أخطأت في موضوع هذه الخصخصة، وبالتالي قامت مجدداً بشراء هذه الأسهم حتى أصبحت تستحوذ على 80%. من حق هذا المجلس الموقر أن يعرف حجم الفارق بين ما تم بيعه وبين ما تم شراء الأسهم مجدداً للاستحواذ على هذه الأسهم. شكراً سيدنا. شكراً أخ خالد فناطة. شكراً سعادة الرئيس. أشكر اجتهاد اللجنة على تقريرها وتوصياتها،
حقيقة جاء تقرير اللجنة أقرب إلى تقرير مجلس إدارة أمام هيئة عامة. إخواني، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة التي أقرت قانون التخاصية، وحسبي الله ونعم الوكيل على مجلس النواب الذي أقر قانون التخاصية بذلك الوقت، لأن قانون التخاصية هو من باع مقدرات الوطن وعلى رأسها الملكية. شركة جد تربح أكثر من الملكية وهي باصات. إخواني الأعزاء، عدم المساس بموظفي الأجنحة الملكية بتاتا والمحافظة عليهم وعلى مستحقاتهم. الوحدات المساندة يجب تأميمها ويجب عودتها، لأنها هي التي تدر ربحا على الملكية، ولا يجوز أن تبقى هكذا. جميع المرافق بالملكية تدر ربحاً على الملكية، ولكن عندما خصصناها للأسف أسكتنا صندوق القوات المسلحة ب3% بحجة إنه إحنا بدنا نخصص الملكية منبع فساد. يا أخوان، وكافة الإدارات المتعاقبة على الملكية مسؤولة، وهي تم الطبطبة عليها بحجة إنها ناقل وطني ويجب دعمها. لا، إذا كانت نزيف للوطن والمال العام فعلينا أن نقف هذا النزيف، وأن لا ندعي بأن أنا أحد رؤساء مجالس الإدارة الذي تم مدحه تحت القبة قال لي سيدي صاحب الجلالة طلب مني أنا أقود الملكية. هو ليس فارغ أو متفرغ للملكية يا أخوان، هو متفرغ لشركاته، شركات الأدوية. فنحن نريد رئيس مجلس إدارة. شكراً زميل عبدالله زرقات. شكراً سعادة الرئيس. صعب نقاط نظام صعب والله. شيء مخجل أن يصل حال الملكية التي ارتبط اسمها بذاكرة الأردنيين إلى هذا الحال. وليست الملكية الأردنية لوحدها، للأسف إن الحالة الأردنية بكاملها، المشهد الوطني كله منذ 20 عاماً لهذا اليوم، ونحن لا نتحدث إلا عن فساد وعن فشل حكومات وعن فساد مسؤولين. يعني إلى متى؟ من يحاسب هؤلاء؟ أنا واثق أن هناك متنفذين ومسؤولين، لا مجلس النواب ولا كل مؤسسة دولة رقابية قادر تصل لهم، هم سبب البلاء. إذا نحن بدنا فعلاً نحاسب ونصل إلى المسؤولين الذين وصلوا إلى ما وصلنا، أوصل الأردن إلى هذه الحالة. صحيح أنا مع تحويل إلى مكافحة الفساد وإلى المدعي العام، لكن نحن نريد نتائج. البلد للأسف وصل إلى حالة محزنة ومفجنة نتيجة لسياسات الحكومات. امبارح احنا عندنا خالد طوقان مع احترامي له عمل له برنامج مفاعل نووي كلف مئات الملايين، وتفاجأ انه والله احنا مش بحاجته. مين سألوه؟ مين قادر يسأله؟ أشوف وكثيرا من المؤسسه الدولية. اشي مخجل، اشي مخجل. يا اهلي يا الكويت الاردنيين، في مسؤولينكم وفي مجالس نوابكم وفي مؤسسات الرقابه. وشكرا. شكرا دكتور صفوان الشرفاء. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النخوة والكرامة للأردنيين قيادة وشعبا وجيشا خاض معركة البطولة، ونثمن مبادرة صاحب الجلالة الملكية الملك عبد الله الثاني بن الحسين بخصوص القارمات، ولكن لا بد من البحث عن المسبب الذي خلق هذا الجو العام في هذه البلد. التقرير من قبل سنتين ب2/2/2017، واحنا كمجلس نواب ساكتين ل 24/3/2019. هذا اولا. الشيء الثاني، شكر الموصول الى اللجنه، ولكن من الكرامه ان نحافظ على اسم الملكيه اولا والاردنيه ثانيا. المصطلحات التي اعجبتني في هذا التقرير: واحد، إنهاء الخدمات وتشكيل المجالس ورواتب خيالية وعقود ومستشارين وبيع الأرض وبيع الأجنحة الملكية واستئجار الطائرات وخسائر فادحة.
الأردن أتوقع يصدر إلى العالم أصحاب الكفاءات. الحكومة تقول في 15/2 لدينا خطة استراتيجية لإنقاذ الملكية الأردنية والمراجعة بشكل دوري حتى تزداد الخسائر. كمجلس نواب يجب علينا أن لا نتهاون ولا نجامل ونهادن في مثل هذه الملفات، ويجب أن نحول المسيئين والمسببين إلى النائب العام. وشكرا سيدي الرئيس. شكرا زميل محمد الرياضي. بس يا اخوان، نقاط النظام جاني ملاحظه من مكتب السيطره، غرفه السيطره، لما اعطي نقاط النظام لما يكون التسجيل الالكتروني تخربط الادوار، فما بدي نتعارض مع بعض. تفضل محمد الرياضي، اذا كان في طريقه ثانيه هذا بيدوروا عليها. تفضل محمد الرياضي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. كنت أود أن أشكر اللجنة على جهودها، وأيضاً أشكر اللجنة حتى لو حاولت ولم تستطع الوصول إلى المطلوب بنظري. نطالب بمحاربة الفساد ونبحث عن الفاسدين، وحتى نقول أننا الآن بين يدينا تقرير حتى ولو لم يكن عنه الرضا الكبير، يوجد فيه من الأدلة ما يوجد من الفساد وبالدلائل. ألا يستجوب علينا ذلك أن ننقذ هذا المجلس، وقبل إنقاذ المجلس أن ننقذ الوطن، وأن نعلن بكل صراحة وقوة تحويل الملف للنائب العام، والبعد عن تحويل للحكومة. ولا ننسى أن الحكومة لها ما يقارب 80% من الأسهم كما بيّن التقرير. إخواني، أنا بنظري حتى أختصر، إن لم يتم تحويل للنائب العام، نحن نكون شاركنا بالفساد الموجود في التقرير الحالي. وشكرا. شكرا زميل غازي الهوامدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا كانوا لا يشعرون فإن الواجب علينا كمجلس أن نشعرهم بذلك ونعلمهم أنهم ومنذ 20 عاما أفسدوا الأرض والزرع والحرث والإنسان، أفسدوا موارد هذه البلد، باعوا الأخضر واليابس. لا بد أن هنالك استراتيجية تسير عليها هذه البلد. الملكية الأردنية كغيرها من المواقع والموارد وأصول الدولة التي بيعت ونخرها الفساد، لا بد من تحويلها إلى النائب العام. إذا كان هنالك جدية، لا بد من نبش كل ملفات الخصخصة والقصقصة والمصمصة في العالم تدوير نفايات، أما في الأردن فتدبير مسؤولين. هذا يخرج من هنا إلى هناك، وهذا يرجع من هنا إلى برائه. هذه الخلطة التي أعمت عيوننا في الأردن سلطات عليا وحكومة ورقابية، آن الأوان أن نقول أن هنالك أشخاصا وأسماء يعبثون بالأردن بكل طاقته ومقوماته.
أن هنالك فريق نسوي نخر الأردن ورأس الأردنيين، آن الأوان أن نقول كفى. الزميل عبد النعم عداد. سعادة الرئيس، من المحزن وشيء يوجع القلب عندما نتحدث عن الملكية والحال التي وصلت إليها هذا الناقل الوطني الذي كان يحقق أرباحاً ويرفد خزينة الدولة والاقتصاد الوطني أصبح عبئاً عليها. هذا السؤال الذي يطرحه كل مواطن أردني ويريد الإجابة عليه منا ومن الحكومة، لماذا وصل هذا الحال بهذه الملكية بهذا الناقل الوطني الذي كان يحقق أرباحاً هائلة وفجأة أصبح عبئاً، بل على العكس أصبح يحقق خسائر فادحة لحقت بهذا الناقل الوطني وأوصلها إلى نقطة أصبحت تثير الشفقة عليه. نحن في هذا المجلس نريد أن نوصل إجابة لكل مواطن، لأنه لا تخلو جلسة من جلسات المواطن الأردني إلا ويتحدث لماذا وصلت الملكية إلى هذا الحال. نقول نعم إنه الفساد والترهل الإداري وزول إدارة أوصل الملكية إلى الحال التي وصلت إليها، يجب محاسبة المسؤولين الذين تولوا مسؤولية إدارة الملكية طيلة الفترة الماضية إلى النيابة العامة وإلى القضاء ليحقق، وبالتالي ليحقق بالأسباب التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة الحرجة. ثانياً، لماذا شركة الأسواق الأردنية الأسواق الحرة لماذا انفصلت عن الملكية؟ هنا إجابة، هذه الشركة الوحيدة التي تحقق أرباح هائلة، هذا أيضاً جزء من المخطط وجزء من سوء الإدارة وجزء من الترهل الذي أوصل إلى الفساد المالي الذي لحق بالملكية وأوصلها إلى نقطة تثير الشفقة عليها. وها نحن اليوم نعيش حالة من الحزن على هذا الناقل الذي يعتبر هو عنوان لهذا البلد ويحمل اسم هذا البلد، فبالتالي يجب على الحكومة وخلال فترة قصيرة. شكرا. الأخ تامر بينو. باشا أحمد اللوزي، إذا في مجال، لا بعدين إذا في مجال بخليه مقدم دورك عشان اجتماعك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور نصار، سعد الله مساءكم جميعا. بعض الإخوان كانوا يعبروا عن حزنهم على الملكية وما آلت إليه الأمور في الملكية، وتأكدوا أن هذا الحزن سيكون أضعاف مضاعفة إذا استمعتم إلى خطاب المغفور له بإذن الله الملك حسين عند تأسيس هذه الشركة، وكم كان عنده أمل بهذه الشركة. فالحقيقة أنا أنصح الزملاء جميعا الاستماع إلى هذا الخطاب. يقال بأن جاسوساً روسياً كان يعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في أيام الحرب الباردة، وكان دوره فقط أن يعين الشخص الغير مناسب في المواقع، وهذا ما حدث في الملكية. ولا أقول فقط في هذه الحكومة، أقول في حكومات متلاحقة كثيرة، وسأضرب لكم مثلاً على هذا الأمر. تم تعيين فوزي الملقي مديراً للعمليات الأرضية بعد 5 سنوات من عمله أصلاً في الملكية، وهو أصلاً جاء من الديوان الملكي مع عامر الحديد، كان رئيس مجلس الإدارة، هو رئيس مجلس الإدارة الحالي. سليمان عبيدات كان مدير للملكية، آخر قرار اتخذه ترفيع فوز الملقي، عينوا رئيس الحكومة عضو في مجلس الإدارة. تم تعيين هيثم مسلو خارج قرار اللجنة اللي أوصت في تعيين شخص آخر، جابوا برضو وعينوا هناك ووافق على هذا التعيين تاع فوز الملقي مع أنه مخالف. هذا ما يحدث في الملكية الأردنية. أنا مع توصية أنه نعيد النظر في كل التعيينات التي تم، وأيضاً الانتباه إلى الموازنات المضللة اللي تعطى لنا. مثلاً في عام 2007 بحسب تقرير اللجنة ربح الملكية 11 مليون بعد ما باعوا طيارة بقيمة 14 مليون، يعني أصلاً الحقيقة إذا بدك تيجي إلى هم خسرانين فعلياً 3 مليون، ولكن بكرة بتنباع الأرض لا سمح الله. شكراً. أخ مرزوق الدعجم.
شكرا سعادة الرئيس. وأنا يعني قبل ما بدي أتحدث عن التقرير ابتداء أن أتوجه بالشكر لجلالة الملك على زيارته الأخيرة لمحافظة الزرقاء وتواصلوا مع كافة أبناء الوطن. لكن أستغرب من محافظ الزرقاء تهميش المقصود للواء الرصيفة، هذا اللواء الذي تعداد السكاني أكثر من 600,000 نسمة، ومع الأسف الشديد ما كان من يمثل هذا اللواء من أبناء الوطن للحديث عن مشاكل وهموم الوطن المتعددة الصحية والبيئية وخدمات البنية التحتية، لكن هو كان عبارة عن تجميلي وما بده ناس يحكي. وجلالة الملك كان حاب يسمع من أبناء الوطن المشاكل والهموم لا من المسؤولين. أما فيما يخص تقرير اللجنة فكل الشكر للزملاء رئيس وأعضاء لجنة النقل، لكن ما سمعناه حقيقة من خلال التقرير بأن هناك فساد وخلل إداري واضح، وبالتالي مع تحويل الملف إلى النائب العام ومحاسبة كل المقصرين والفاسدين. وكنت أتمنى من الزملاء باللجنة أن تكون توصية للمجلس لإحالة هذا الملف إلى النائب العام، وإحنا عارفين كل مشاكلنا في هذا البلد هو الفساد الإداري الذي يقودنا إلى الفساد المالي. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. الزميل محمد الفلاحات. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس. هي نقاط محددة أوردها. أولا نشكر اللجنة على جهودها في إعداد هذا التقرير والتوصيات. ثانيا واضح جدا وجود أخطاء قاتلة في إدارة هذه الشركة، بعضها أخطاء ناجمة عن سوء الإدارة وبعضها يشوبه الفساد الواضح. ثالثا أنا أستهجن تعيين شخص ب500,000 دينار سنويا، 40,000 دينار شهريا، ما يعادل راتب 1,000 معلم أردني وزياد حتى أكثر من 1,000. هذا ظلم لبلد مثل بلدنا، 1,000 معلم. رابعا أنا مع قرارات اللجنة وتوصياتها كاملة بجملتها وتفاصيلها. خامسا وهذا خارج الموضوع، لشركات الاتصال زين وأورنج أقول هذا كل ما تقدموه للغارمات، ولكن يستأهل الأردن، يستأهل ذلك، في حين يجب أن تكون هذه الشركات مملوكة للحكومة في وطن لا يتحمل اقتصاده هذا النوع من الاستثمار. ومن ساهم في خصخصة شركات الاتصال يكون قد ارتكب جريمة اقتصادية في حق البلد، جريمة لا تغتفر في بلد ضعيف مثل الأردن. شركات تأخذ 100,000,000,000 سنويا في حين لازم تكون للحكومة وللشعب. والسلام عليكم. شكرا. بعد إذنك مش بيك خلي أحمد اللوزي. وأحمد اللوزي نعطي أحمد اللوزي عنده اجتماع رسمي. تفضل. أشكرك سيدي. سيدي الشركة الملكية شركة عزيزة غالية، ناقل وطني محترم، كانت من أقوى الشركات رغم شح الحال، والآن وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة الأسباب التي ذكرتها اللجنة، وهم مشكورين على جهدهم. لذا أقول ارحم الأردن يا حكومة، ارحم الأردن بمشاريع تفوح منها رائحة الفساد، وهي غير مقتصرة على الملكية لوحدها، وإن كانت أصبحت تحقق خسائر بتزايد. وهناك مشاريع الطاقة النووية، وما أدراك ما الطاقة النووية وما تكلف على الدولة، وهناك مشاريع الطاقة المتجددة والتي كبلت الحكومة لمدة 25 عام بأسعار خيالية وعلى حساب الشعب الأردني لصالح حفرة من الفاسدين، كفى. ولهذا فإنني وأيد تحويل هذه الملفات إلى النائب العام، وهناك أيضاً مشاريع ومشاريع لا يتحملها الأردن بإمكانيات الحالية. ارحموا الأردن. وشكراً سيدي. شكراً. مجحم صدور. شكراً سعادة الرئيس. يعني بداية أنا أشكر رئيس اللجنة رئيساً وأعضاءً على هذا التقرير المحترم، وكما أثني على أغلبية الزملاء بالحديث حول الحفاظ على المال العام، مال الشعب الأردني. وأنا أعتقد أنه كما ذكر أحد الزملاء بأن هناك قصور لمراقبة الشركات، أنا أثني على هذا الزميل أن هناك قصوراً على مراقبة هذه الشركات. لكن أنا عندي لدي وجهة نظر بتحويل كل هذه التوصيات إلى الحكومة للتمحيص بهذه
التوصيات، وللحكومة الحق بتحويل هذا الملف أيضاً إلى النائب العام. إذا أثبت هناك الخلل فيكون موقف إلى الحكومة موقف جاد في محاربة الفساد والفاسدين. وكما أذكر بأن عندما كانت الملكية هناك بعض الطائرات، أنا أعتقد الملكية أكثر من 50-60 عام على تأسيسها، أنا أعتقد لابد أن يكون هناك أسطول طائرات، فلنعطي هذا التقرير أهمية. وأيضاً الحكومة عليها الالتزام الكامل بهذه التوصيات لوضع حد من الفساد المالي والإداري. وشكراً سعادة الرئيس. شكراً الزميل بركات العبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سادة الزملاء الكرام، نحن أمام قضية تهم كل أردني، قضية الملكية الأردنية التي كانت هي الناقل الوطني الوحيد والذي تأمنا بها خيراً كمؤسسة وطنية تدر دخلاً على موازنة الدولة. ولكن يا للأسف، عندما جاءت الخصخصة جاء معها الفساد والدمار. عندما جاء برنامج الخصخصة تم الفساد المالي والإداري، لأن المال العام أصبح نهباً للجميع. كما أنني أريد أن أشكر أعضاء اللجنة وأشكر رئيسها وأشكر أيضاً الموظفين الذين تعبوا معنا طيلة سنتين. أما هذا التقرير أؤكد لكم أنه جاء مشوهاً، بالرغم أني مع اللجنة إلا أني لم أطلع على كثير من بنوده، وكنت قد أوصيت بأن يحول هذا الملف إلى هيئة النزاهة، ولكن لم توضع هذه التوصية. لذلك زميلي حسن العجارمة لديه ما يقوله في هذا الشأن. أيها الإخوة، الملكية الأردنية لا يمكن أن يصلح حالها إلا إذا أعدنا واسترددنا وحررنا مؤسسات الوطنية من الخصخصة. يا سادة، على ماذا ترجع الملكية وقد بيعت كل المؤسسات المساندة لها، فلا تستطيع أن تكون بائع التذاكر فقط وناقلة، والطائرات مستأجرة والخسارة تلو الخسارة. ولكنني أؤكد أن كل هذه الخسارات المشار إليها في التقارير هي خسائر وهمية، كذلك الأرباح هي أرباح وهمية. وكان شكرا زميل مصطفى ياغي. شكرا سعادة الرئيس. في الواقع أنا مع تحويل هذا الملف إلى النائب العام، وأريد أن ألفت انتباه الزملاء جميعا الذين طلبوا بتحويل هذا الملف ابتداء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن الملف هنا سيطول، لأن النتيجة الطبيعية للتحقيق لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هو إحالته للنائب العام. فلماذا لا نختصر الطريق مباشرة ونصوت إلى إحالته إلى النائب العام لوجود مخالفات وشبهات فساد واستثمار وظيفة وتهاون في واجبات الوظيفة في هذا الملف كما خلصت إليه اللجنة في تقريرها؟ يعني هذا جانب. أما الجانب الثاني فهنالك أيضا مخالفات خطيرة بلغت مئات الآلاف من الدنانير في الإدارة لم تتعرض لها اللجنة الموقرة في تقريرها، وأذكر منها على سبيل المثال مخالفة الشركة للتعاقد مع أحد المحامين اللي بيعتبر أنه واصل، وفي اليوم وليلة صار رئيس للدائرة، وبعد شوي صار ياخذ كوميشن على القضايا اللي بيحولها إلى مكاتب أخرى، وصلت مبالغها إلى أكثر من 700,000 دينار، وبيطالب الملكية اليوم بأن تدفع كمان الضريبة عليهم. هذا ملف خطير، كنت أتمنى على اللجنة أن تتعرض له في التحقيق. لذلك أنا أطالب سيد الرئيس مع بوجود زملائنا أن نصوت إلى إحالة الملف إلى النائب العام لوجود شبهات خطيرة في هذا الملف أدت بالملكية إلى ما أدت إليه من خسائر ومن الحقيقة إساءة لسمعة الملكية. شكرا سعادة الرئيس. شكرا زميل راشد شبحة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس. تأخذ وتحاسب على نصف السرقة. اللجنة أيضا لم تأخذ توصية صارمة بذلك.
من يدافع عن الذين استلموا مناصب في هذه الشركة سينالون عذاباً أليم. تحويل من أفسد هذه الشركة بفساد مالي أو إداري يجب فوراً على الحكومة أخذ قرار بتحويلهم إلى النائب العام. تعيين قادة عسكريين لمثل هذه الشركات وعدم تعيين بشلر ومستو، وما أدراك ما مستو؟ ما صدقنا وإحنا خلصنا من استعمار كلوب وأمثاله. يجب الاعتماد على الحجز الإلكتروني كما هو متبع في الشركات الأخرى. الحكومة أصبحت أو الحكومات مكشوفة بفسادها وتواطؤها على الفاسدين. يجب على هذه الحكومة والحكومات اللي بدها تستلم إنها تستحي على هذا الوطن وعلى قائد هذا الوطن وعلى كرامة الأردنيين. كفى يا حكومة، أنتوا بتشوفوا الفساد وبتشوفوا الفاسدين وإحنا قاعدين منغطي منسولف ومنخطب ومنطالب، والحكومة للأسف الشديد لم تأخذ قرار بحقهم. اصحي يا حكومة وابسطوا الشعب الأردني، الشعب الأردني اللي تحمل الكثير الكثير من أجل الوطن. ليس جبناً بالشعب الأردني وليس جبناً بإرادة الشعب الأردني. أبو فيصل، فوز الطعيمة، شكراً سعادة الرئيس. على الرغم من الشبهات حول العديد من مشاريع الخصخصة، إلا أن الحكومات المتعاقبة لا تزال تجد الفتاوى لمثل هذه المشاريع المشبوهة. ما قامت به اللجنة حقيقة شخصت، بيّنت عوامل وأسباب خلل كبيرة، لكن العلاج جاء قاصراً. هذه المشكلة مزمنة، مشكلة الملكية مزمنة، ويسجل لهذا المجلس أن ملف الملكية يناقش تحت القبة في هذا المجلس. أنا عاصرت مجالس لم يرى هذا الملف النور في حينها، لكن العلاج يجب أن يكون بمستوى التشخيص. إخواني وزملائي في اللجنة، حكيت عن الاستغناء عن المدير التنفيذي، استبعاد من تولوا المسؤولية التنفيذية سابقا، إعادة تشكيل مجلس إدارة. هذا لا يكفي. الخسارة المتراكمة في الملكية وراها قرارات إدارية فاسدة ومشبوهة. علينا أن نتناول أما وقد تبنى هذا المجلس فتح ملف الملكية. علينا أن نجد الحلول، أن نجد العلاج المناسب لهذه القضية المزمنة. شكرا. شكرا سيدي، يعني هو اتضح. سمعت تختم. جد أناشد الحكومة وأتمنى على الحكومة، أنا لا أجد مبرر لسجن الناشط باسل برقان ووضعه في السجن. السيد علي الخلايا. السيد محمود البراهيم.
رسمي الكعابي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدك أبو عماد احكي قبلية. أبو عماد إذا بدك احكي قبلية. كان عندي على اللوحة قدامك بس ما بعرف يعني على بعتذر منك بس إنه في اختلاف. تفضل احكي أنت يا سيدي خلص يعني ما فيش. تفضلي رسمي دقيقتين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر جلالة الملكة على المبادرة الملكية لمساعدة الغارمات الأردنيات في ظل عجز الحكومة عن حلها والحلول الابتكارية والاستثنائية من الحكومة لكافة القضايا الأخرى. ونسأل في الوقت الذي تسجل الشركات التمويلية للمرأة بأنها شركات غير ربحية إذا لمن تذهب الفوائد العالية. ودي أقول بخصوص الملكية والشكر موصول لزملائي في لجنة الخدمات للأخ خالد أبو حسام طبعا وللأخ حسن العجارمة على هذا الجهد. وبدي أحكي لا بارك الله بمن بدأ بالخصخصة عبر ملف التحول الاقتصادي الذي رفع بمؤسسات الوطن هذا الملف الذي أتلف في وزارة التخطيط. نشعر بالأسى ونتمنى ونحن نقرأ ما وصلت إليه مؤسسة تعتبر رمز عند الأردنيين. كنا نتمنى أن تكون التوصيات التي خرجت بها اللجنة ملزمة. نتمنى أن تكون ملزمة. وأنا أطالب أن يحول هذا الملف طبعاً وأكيد إلى النائب العام. شكراً. شكراً سيد صالح العرموطي. بسم الله. مؤسسة عالية رحمة الله على مؤسسة عالية فكانت خير وبركة في ذلك الأيام. بيع مؤسسات الوطن والأصول جريمة تتحملها كل الحكومات. وعند صاحب القرار أين الصمت عن هذه الحكومات التي أتهمها أنها ارتكبت مجازر؟ وأطلب من هذه البدل أصلاح ابننا باسل بركات برقان لأن المتهم بريء حتى تثبت ذاته. أصبحت يثبت العكس. مليون تقريبا دينار يا معالي الأخ يتقاضاها والبلد تمر في أزمة مديونية تجاوزت 28.5 مليار. أين الإشراف على مؤسسات الدولة؟ بغني عن 1000 و2000 موظف. ماذا نظرة المواطنين لهذه الأمور؟ التوصيات أنا لست مع التوصيات مع كل الاحترام وهي مجابة للحكومة. وقبل أن نتحدث عن التوصيات فأنا أطلب منك يا معالي الأخ الملك تحدث في الزقة وعانى أنه يتعرض لضغوطات شخصية ويتعرض لضغوطات دولية وإقليمية وعربية. فإنني أطلب أن توجه رسالة باسم المجلس وأن يلتقي مجلس النواب كممثل للشعب الذي طلب الملك دعم الشعب له. فنحن ممثلين الشعب نذهب إلى الديوان ونقف مع ثوابت الأمة وأن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين وأن هذا العدو عدو ظالم وغاشم يعتدي على الحريات وحقوق المواطنين. فهذا أبسط ما يمكن أن نساند موقف الملك. وقد قامت كتلة الإصلاح بإصدار بياني في هذه المسألة. أما موضوع العقد فإنني أحيل هذا القضية ليس إلى مكافحة الفساد وإنما إلى النيابة العامة صاحب الولاية العامة حتى لا يكون مجال للمراكز القوى. شكرا شكرا. شاه العمارين يا أخوان إذا سمحتم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر إلى الزملاء في اللجنة. فتح هذا الملف ملف فساد الملكية الأردنية هذا الصرح العملاق الذي يبرز وجهة الأردن الجميلة سياحيا والذي ينقل تاريخ الأردن عبر الأجواء ليقدمه للعالم ويسوقه سياحيا واقتصاديا وثقافيا. للأسف يعاني من فساد وترهل الإداري ومالي. قامت بصيانة طائرة بلغت ملايين الدولارات ثم تم بيعها 2,800,000 دينار ومن المفروض أنها قامت باستعمالها لصالح الملكية. وقامت باستئجار 3 طائرات كلف الملكية 18 مليون دينار وهناك العديد من التجاوزات.
لذلك لابد من إصلاح هذا الصرح، وأقترح تحويل هذا الملف إلى الحكومة مع التأكيد على توصيات اللجنة. وشكراً. شكراً فواز زعبي. شكراً سيد الرئيس. سيد الرئيس، هناك مثل في ختيارة عند خطين، عند باصين، جوزت الأولاد وعمرت لهم وثمرت لهم من باصين، طيران بالسماء يحلق، ما في إدارة تدير هذه الشركة العملاقة. مستر بين مدير عام الملكية عندما يقوم بترخيص التذاكر لأجل 6 شهور من أجل الحصول على رواتبه 13 و14 و15 و16، هناك وزراء في بعض الحكومات المتعاقبة لا يختلفوا عن مستر بين، هم أفسدوا هذه المؤسسات. أن كل مؤسسات الهيئات المستقلة حملت الخزينة حوالي 30 مليار فساد على مدار 15 سنة. أنا بقول تحويل هذا الملف إلى 3 جهات، وكلنا ثقة بهذه الجهات: مكافحة الفساد في دائرة المخابرات، والهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام، لكي نصل إلى الحقيقة على أرض الواقع. وكما أقدم الشكر لحسين باشا الحواتمة الذي شارك ورعى الاحتفال يوم أمس أمنياً وحضورياً بأجهزته الأمنية في مدينة الحسين للشباب، وأشكر موقع جفر نيوز الذي حضر بدل الإعلام الأردني، بدل التلفزيون الأردني المغيب، والمناسبة كانت تحت رعاية دولة الرئيس، وأناد بها معالي وزير الإعلام. لذلك إخواني الزملاء الأفاضل، 30 عاما ونحن نحول إلى اللجان، ولكن لو ناديت حيا، ولكن يا حياة لمن تنادي. لذلك هذا الملف لا يغلي ولا يسمن من جوع، وستأتي إدارة وهناك كب. شكرا. ريم أبو دلبوع. شكرا سعادة الرئيس. ابتداء نثمن عاليا المبادرة الملكية لجلالة الملك المعظم بحل قضية الغارمات، بالإضافة لتوجيهات جلالته للحكومة بأن يكون هناك تنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الإقراض حتى لا تتكرر مثل هذه الإشكالية في المستقبل. فيما يتعلق في موضوع الملكية الأردنية، هذا الناقل الوطني المهم، فنقدر الجهد الذي بذل من قبل اللجنة للوقوف على تفاصيل هذه القضية. يتضح من خلال التقرير عدم وضع الخطط اللازمة التسويقية، والذي أثر بالفعل على الميزة التنافسية، وفيه تدمير للخدمات على حساب ترشيد النفقات. من جانب آخر، عملية شراء بعض خدمات المستشارين الأجانب في الملكية الأردنية، وهذا قرار غير مدروس ومكلف مالياً كما ثبت من خلال التقرير. اقتراحي في هذا الصدد الأخذ بتوصيات اللجنة، ومنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، بوضع نهج إداري جديد شامل. أيضاً دع عودة إدارة الملكية بعقول وسواعد أردنية لضبط المال العام وتنظيم الفرص الاستثمارية فيها، وبالتالي لابد من متابعة اللجنة والمجلس الكريم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الحكومة مستقبلاً. وشكراً. صباح الشعاع. شكراً سعادة الرئيس. بداية نشكر جلالة القائد الباني على مبادرته الطيبة بخصوص الغارمات. نشكر اللجنة على جهودها وعلى المهنية في إدارة التحقيق والاستقصاء في ملف الملكية الذي يظهر حجم الخسائر الفادحة فيه. ومن مسؤوليتنا في حماية الأموال العامة يجب تحويل الملف إلى النائب العام ومحاسبة كل مقصر وكل من ساهم بهذه الخسائر، وإعطاء الفرصة للأردنيين لقيادة الملكية لأنها الملكية الأردنية. وشكراً. سعود أبو محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في 15/12/63 تأسست ناقل الوطني، واليوم نحصد مثالاً صارخاً على العبث الشديد في مسار مسلسل توهين الوطن بعد وادي عرب. الملكية الأردنية صرح عملاق حلق في سماء الأردن
ثم هوى للأسف بعد أن سبق غيره من الشركات العربية بعقود طويلة. كنت أتمنى أن تسجل الملكية قصة نجاح لأجنحة من ذهب، لكنها وقعت كغيرها فريسة للفساد الذي فتك بها ثم أرداها للخصخصة وفكك الشركات التابعة لها، ثم ورطها في عقود مشبوهة ومدمرة يصعب الفكاك منها لفظاعة الشروط والقادم صعب. فعانت الشركة من التعثر المتلازم في عهود مجالس الإدارة المدخبة لأصحاب المعالي المتقاعدين، 4 وزراء متقاعدين منهم عقل بلتاجي في دورة واحدة، حتى أصبحت خزينتها خاوية من المال وشركتها خاوية من الطائرات المملوكة، وليس لها إلا المستأجرة بأسعار مضاعفة. طائرة صانوها بأرقام فلكية ثم باعوها ب1.5 مليون، ثم الذي اشتراها باع الماتور ب3 ملايين. أخيراً إنني أستغرب مرور أعضاء اللجنة الكريمة على مسألة الربيع العربي مرور الكرام والاكتفاء بتحميله جزء من المسؤولية عن تعثر الشركة في فترة ما أطلقوا عليه ما يسمى بالربيع العربي الذي انطلق نتيجة فقدان الحرية في دول الاستبداد العربي الذي توقفت مطاراتها، فكانت فرصة أمام الملكية أن تقفز لتفوز بفرصة سحب الناقل الجوي لعمان ذات الموقع الاستراتيجي. قارنوا بين قفزة الخطوط الإثيوبية في سنوات الربيع العربي، وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل ولكنها تعمل بدون قيود وبدون فساد حكومي في أحلك الظروف وبشكل احترافي، حققت نسب السيد عمر قراقيش. أعطيه صوت بس إيه شحطة. أعطيه صوت. 100% أنا أطالب فعلاً بحصر وفرز وتصنيف كل المتجاوزين وكل المقصرين وتحويلهم إلى النائب العام. الشركة بحاجة إلى برسترويكا حقيقية. شكراً. السيد عمر قراقيش، عفواً. شكرا سعادة الرئيس. بداية يعني أنا بقدم شكري إلى رئيس وأعضاء اللجنة على الجهد العظيم قاموا فيه، وحقيقة إنه ما وصلت إليه أوضاع هذه الشركة يدلل وبشكل واضح على إنها جاءت بسبب سلسلة متراكمة من القرارات الخاطئة والعبثية والعشوائية، إضافة إلى فساد واضح ومتراكم، وكأنك بتشعر أن هناك منظومة موجودة هدفها فقط إفشال هذا المشروع الوطني حقيقة والوصول فيه وتدميره. لذلك أنا بقول إنه تحويل هذا الملف إلى النائب العام أعتقد يؤدي إلى الغرض الذي نريد. إضافة لذلك أنا بستغرب يعني التوسع في الإنفاق الغير مبرر لدى هذه الشركة في حين تم إيقاف التأمين الصحي على المتقاعدين واللي هم أولى بأن نقدم لهم هذه المساعدة. قضية أخرى حقيقة بقدم الشكر على الحكومة على إيقافها ما سمي اليوم بمهرجان الانبطاح على الشاطئ، وكأنه إحنا ناقصين انبطاحات في ظل انبطاح عربي الحاصل. شكرا سيد الرئيس وشكرا للجنة. شكرا سيد سليمان زمن. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأكارم، فلتعذرني اللجنة رئيسا وأعضاء بأنني وزملائي صعقنا من هذا التقرير، صعقنا من هذه التوصيات. نحن نتكلم عن تعثر، عن خسائر، عن فساد مالي وإداري، نتكلم عن شركة وطنية في الحضيض، ناقل وطني في الحضيض. أنا حقيقة إحدى التوصيات تقول اللجنة بإخضاعها إلى ديوان المحاسبة، هذه التوصية الأصل أن لا تكون. لماذا؟ لأنه نتكلم عن نسبة للحكومة 80% وتلقائيا 80% في شركة مساهمة عامة هي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. ثانيا إخواني، الطائرة في النقل الفعلي بينها وبين الاستئجار خسارة الطائرة 6 مليون دينار في السنة، وهنا العدد عدد الطائرات أعد 6 مليون لكل طائرة.
وحتى لا يكون مجلس النواب، مجلس النواب الأردني، مجلس النواب الذي يناقش القضايا الوطنية بكل اقتدار وبكل مسؤولية، حتى لا سمح الله لا يشار إلينا في يوم من الأيام بأننا جزء من الفساد، لأننا نحن ليس كذلك. أنا أطلب من زملائي بتحويل الملف على وجه السرعة إلى النائب العام حتى يتخذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص. أكثر من ذلك، إذا كنا أمام توصية أخرى سيؤشر إلينا بشيء لا سمح الله. أطلب تحويله إلى النيابات العامة. شكرا سعادة الرئيس، شكرا زملائي الأكارم. السيد موسى الوحش. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس. بداية، كنت قد تقدمت بمجموعة من الأسئلة حول فساد الملكية في عام 2005، وتمت المماطلة على وضع على حول هذه الأسئلة ولم تدرج على جدول الأعمال مدة سنتين وأنا كنت أطالب بها، وهذا دليل واضح على أن هناك أيدي خفية دائما تعمل على حماية الفساد وعلى محاولة تطميش مثل هذا الأمر. فأنا في هذا اليوم أكيد طبعا أنا يعني مسرور أن يفتح هذا الملف بعد أكثر من 13 عاما، فأقول بأن التقرير واضح أن من خلاله أن هناك إشارات واضحة أن هناك فساد إداري، ومن خلال استثمار الوظيفة ومن خلال أمور كثيرة أدت إلى بيع مقدرات الوطن وأدت إلى ضياع هذه المقدرات ونهبت أيضا. فأقول بأن هذه المحاولات هي خجولة من اللجنة تحاول مسك العصا من الوسط، حلول توافقية، نريد أن نسترجع الوحدات المساندة بعد أن بعناها وفقدناها، ونريد أن نشتريها بثمن البخس أو إلى غير ذلك. في مثل هذه الحلول ومثل هذه المسائل لا تسمن ولا تغني من جوع. فأنا طبعاً يعني اقتراحي إحالة هذا الملف بكامله إلى النيابة العامة، لكن لا بد من الإشارة أيضاً بأنه يجب إخضاع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة، خاصة بعد أن أصبحت الحكومة تملك أكثر من 80% من السهم الملكية، وكذلك معايير تعيين الموظفين في المواقع الحساسة أيضا فيه خلل كبير. ما نتج أيضا من فساد له علاقة بالخلل في التعيينات من موضوع المحسوبية والواسطة المتكررة. وشكرا. شكرا دكتور عبد الله العكايلي. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر في البداية للسادة أعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال 3 دورات العادية، لكن كل الذي قدموه إخواننا هو تصوير لواقع حال سيء صادم لكل ما في الكلمة من معنى. من يستمع إلى التقرير يظن أن القائمين على أمر الملكية يعتقدون أنهم يعملون في صحراء ليس فيها دولة ولا سلطة ولا محاسبة ولا رقابة. الملكية جرح نازف في اقتصاد الدولة وفي خزينتها منذ أن أسست الملكية. ماذا بقي من الملكية؟ كل وحداتها التي كانت تدر أرباحاً خصخصت، أسطولها مستأجر، إداراتها فاسدة. كل الذي يجري يبرر ويقدم مبررات حقيقية للخسائر المتراكمة التي لا يمكن تجنبها. لذلك لن نستطيع أن نفعل شيئاً، ولو كان الأمر لي لتخلصنا من الملكية نهائياً، لأن هذا الجرح سيستمر مدى الحياة ولن يصلح، لأنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية للمحاسبة ومحاربة الفساد ووضع المتسببين في كل نكبات الدولة واقتصاد الدولة وراء القضبان. تحدثنا عن أساس العراب الأساسي للخصخصة وبيع موجودات الدولة وإيصال الأردن إلى ما وصل إليه، فحوربنا من أجل ذلك الشخص الذي أصبح في ميزان الدولة الأردنية أكبر من الأردن وأكبر من مجلس النواب وأكبر من الشعب، وهو الذي تسبب في كل ما تسبب به اليوم. الأردنيون اليوم يجوبون الطرقات، يهلوسون، يبحثون عن لقمة الأكل لا يستطيعون إيجادها، لأن كل مقدرات قد تبخرت
وخصصت اقترح ان نحول شكرا سعادة الرئيس. ومن خلال ما استمعنا إليه من اللجنة الموقرة ما يوجد في هذا الملف من مخالفات وشبهات فساد وتضليل، أطلب تحويل الملف للنائب العام، وأقول أنه من أمن العقوبة أساء الأدب، ونطالب بتعيين كفاءات أردنية لأنه لا ينقصنا كفاءات أردنية، وطالب أيضا بدعم الناقد الوطني. وأقول إن سبب ضعف قاعدة رأس المال الذي يسبب في زيادة كلفة التشغيل والاستئجار وهو ما يستوجب رأس مال الشركة، تعليق أيضا التشغيل لعدة جهات نظرا لعدم جدواها الاقتصادية، وإعادة هيكلة الموارد البشرية. وأقول لكم أنه تم الآن نقل رحلات طيران من مصر للعقبة، وهذا يؤدي إلى تشجيع السياحة وتشجيل الطيران، بواقع رحلتين من مصر لجذب السياحة وتحديثها، وبناء برنامج سياحي مشترك من تاريخ 5/4/2019. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معتز أبو رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه بالشكر إلى سيدي صاحب الجلالة على المبادرة الملكية في الإفراج عن الغارمات في أردن النخوة، وأطالب الشركات التي كانت سبباً في تأزيم وإيجاد هذه الحالة بالتنازل على الأقل عن الفوائد الربوية التي حملوها على الأخوات الغارمات، وذلك أقل مساهمة منهم ممكن يقدموها. أما بالنسبة للملكية أو ما تبقى من الملكية، مررت بتقرير الملكية فردني عنه الاسم الذي هي به تنعم، فإن كانت له كفء فنعم بها، وإن لم يكن فعليكم يا زملائي بالحساب ألا تؤتموا، قد بيعت مواردها فصارت خاوية على عروشها كأنما لحقها سيل عرم. الملكية يا أخوان الكرام أصبحت نموذجاً لفساد مالي وفساد إداري وفساد في التخطيط، ومع شكري وتقديري لما قامت به اللجنة في بيان أسباب أو ما آلت إليه الملكية إلا أن أتحفظ على بند استمرارية الشركة والوارد في نقاش النقاط، إذ لم تتطرق إلى أهم بند مالي وهو الكلفة التشغيلية. الملكية تعاني من ارتفاع في الكلفة التشغيلية، ارتفاع في تمويل أو تكلفة الطائرات المستأجرة. إذا لم يكن هنالك علاج لهذه المشكلة فلن تستطيع الملكية أن تنهض على أرجلها. الملكية تم خصخصتها، بيعت معظم مواردها، الآن نحن أمام مسألة مالية بحتة. قد لا نستطيع إغلاق الملكية كونها ناقل وطني، ولكننا بالتأكيد نستطيع. شكرا سيد الشايب. شكرا سعادة الرئيس. في البداية نشكر اللجنة على جهودها، ولكن برأينا هذا التقرير لم يتطرق لبعض الأمور. أول موضوع، هل تم شراء أسهم المساهم جيم ميقاتي من قبل الحكومة وكم بلغت قيمة الأسهم؟ وهل رفضت الحكومة الأردنية لإملاءات المساهم نجيب ميقاتي لشراء حصته في الملكية من أجل عملية التصفية والبالغ 75%؟ وهل هناك كان اتفاق يعود لعام 2014 بين الحكومة الأردنية والمساهم نجيب ميقاتي ببيع أسهم الملكية بسعر 48 قرش للسهم، وتم شراءها منه بمبلغ دينار و85 بموجب عقد؟ وإذا كانت الحكومة لم تلتزم بهذا العقد فإنها مجبرة على دفع 50 مليون دينار كتعويض بدل هذا الاتفاق. ولماذا لم يتم شراء هذه الأسهم عن طريق السوق المالي؟ لماذا كان عن طريق عقد خارجي؟ مشكلة ترحيل الاستحقاق المالي للملكية على حكومة السودان، من المسؤول عن البطء في هذا التنفيذ من أجل فقد قيمة السهم الحقيقي للسهم الحقيقي؟ وأقترح في النهاية أن تحول هذه الملف إلى النائب العام. سيد رائد الخزانة. شكراً سيد الرئيس. أولاً
شديد الشكر للجنة التي قامت بهذا الدور، وهو دور صراحة مميز، وأتمنى أن يستمر هذا النهج وأن يقوم مجلس النواب باستمرار بمثل هذا التحقق. صراحة التقرير قرأته بتمعن، وهو تقرير محزن جدا جدا، وأعلق على من انتقد الخصخصة والتخاصية. أنا لا أرى مجالا للنجاة إلا من خلال الخصخصة، لأن القطاع العام عاجز كليا عن إدارة أمور الدولة. ولكن أكرر، ما يعاب على الخصخصة هو الفساد، هو السرقة. عندما نأتي للخصخصة تباع مؤسسات الدولة بأبخس الأثمان، وتذهب العمولة العظمى للسماسرة. هذا مشكلة الخصخصة. من منكم رأى بنكا أو شركة تأمين أو شركة خاصة تسرق أو تنهب؟ هل سمعتم عن بنك ينهب أو موظف مسرق بنك؟ ولا في شركة تأمين بتنسرق؟ ولا في أي شركة خاصة بتنسرق؟ لكن عيب الخصخصة إنه السماسرة اللي يجوا خصخصوا مؤسسات الدولة سرقوها، لأنهم باعوها بخمسة مليون وهي حقها مليار. هاي مشكلة الخصخصة. والله لم أرى فسادا في الدولة الأردنية كما الفساد المستشري في القطاع العام. والله الفساد في رئاسة الوزراء مش في الوزراء. السيد عواد زويد. شكرا معالي الرئيس. اولا اؤيد ما جاء على لسان الاستاذ صالح العرموطي بكل ما هو، ونحن يعني سنه 2008 و2012 حكينا بالنسبه للملكيه والفساد، لكن لك الله يا اردن ولك الله يا الاردنيين الذين يعانوا صعوبه في لقمه العيش هذه، وهم يعرفون، وأبناء الأردن يعرفوا منهم الذي ذهبوا بالأردن إلى الهاوية، عرابين الخصخصة، والشركات تخصخصت لأشخاص معينين، والآن يحكى أساميهم بالجهر والعلن، تخصصت لأشخاص، والملكية الأردنية جزء من هذه الشركات لعائلات معينة تخصصت. أيعقل الناقل الأردني يصبح فيها الفساد المستشري بهذه الطريقة؟ ألا يعقل؟ أين محاسبة رؤساء الوزارات الذين قاموا بالتعيين؟ أين المحاسبة التي تلى المحاسبة؟ من هم وراء القضبان الآن؟ لا يوجد، لأنهم محصلين، الفاسدين محصلين تحصينا منيعا، ولهم أديان ولهم تابعون، فالحكومة يأمروا وكل المناصب لا يستطيع أحد أن يعمل لهم شيء. فساد محصن، وكلكم تعرفونه، من كل الشركات، وكل الشركات الرابحة الوطنية العملاقة لقد خصخصوها وذهبوا بمالها للمجهول، لجيوب خاصة فقط لا غير. أرجو يا أخوان أن نحكي كلمة الحق، وأن نكون صريحين وجريئين في طرحنا. يجب أن نقف وقفة قوية لعجل أن نحفظ الأردن أن لا تذهب للهاوية، أن لا تذهب للهاوية. الأردن على مفترق طرق. سيد يحيى السعود. دور يا عم. أنا هلا عندي يحيى، تفضل احكي دقيقتين. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أنا بدي احكي موضوع مختلف عن الزملاء، يعني الزملاء غطوا ما شاء الله عليهم الموضوع، بس بدي احكي موضوع امبارح تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الطفل الذي قام باعتقاله سلطات الاحتلال، وهو طفل يبلغ من السابعة، وهو شقيق الشهيد الذي قام بالعملية البطولية. ونحن على مرأى ومسمع ما تقوم به إسرائيل، على مرأى ومسمع كل منظمات حقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع الدولي، وأمام أمريكا التي أصبحت وسيطاً غير نزيهاً في عملية السلام،
أطالب المجلس الكريم بإصدار بيان شديد اللهجة ومطالبة كل البرلمانات الدولية والإسلامية والعربية لاتخاذ موقف مشرف أن يحموا حقوق الأطفال وحقوق الشعب الفلسطيني. وشكرا سيد الرئيس. شكرا إبراهيم أبو السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس، الأخوة الزملاء. بداية أترحم على شهداء معركة الكرامة من الجيش العربي والمنظمات الفلسطينية، وأترحم على المجاهد عمر أبو ليلى، وتحية لأخيه المعتقل الذي هو في الصف الأول، وأثني على تحية الأخ أبو حسين للشهداء وللمقاومة. أما بالنسبة للملكية 10 مليون مؤشر على الفساد وتجاوزات ورواتب عالية، والأولى أن تكون هذه الرواتب للجندي الذي يسر على الحدود وللمعلم الذي يحترق لينير الطريق إلى أبنائنا. وأقترح التحويل هذا الملف تحويله إلى النائب العام، وأرجو من الزملاء التصويت على اقتراحي واقتراحهم. أما بالنسبة للغارمات فيجب محاسبة الشركات التي غررت بالحرائق. معالي نائب دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة، هناك مشكلة خاصة في لواء عين الباشا، ولكن اضطريت على ذكرها. مركز صحي لواء عين الباشا فيه 10 أطباء، تم سحب 7 أطباء، بقي 3 أطباء في ظل مستشفى يعاني من نقص التخصصات، فهذا عبء على أبناء اللواء، وآمل أن تحل هذه المشكلة، وبارك الله فيكم وشكرا. شكرا. زملاء، إلا أسمحت أكمل بعد أنه أنت رأس الدور. أولا سنحتفظ بالأسماء المتبقية، سنرفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء، سنستكمل هذه الجلسة ونبدأ بالجلسة الرقابية الأخرى. لا. شكرا. عفوا معالي ابو صالح تفضل. سنستكمل الجلسه بدايه يوم الثلاثاء، ومن ثم سندخل جدول الاعمال. سعاده الرئيس، تفضل معالي ابو صالح. سعاده في التعامل مع هذه المذكره بالطريقه التي ترونها مناسبه، ولكن اسمحوا لي ايضا ان اذكر بالخلاف الذي تم ويتم بين الحين والاخر بين احد الوزراء وأحد النواب. وبغض النظر عن سبب الخلاف والمسبب، فإننا اليوم أحوج ما نكون إلى وحدة الصف والتماسك صفاً واحداً خلف جلالة الملك المعظم في مواجهة الضغوطات التي يتعرض لها في هذه الأيام وبسبب مواقفه الوطنية الثابتة. أتمنى على مجلسكم الكريم تأجيل النظر في هذه المذكرة إلى حين تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مع التأكيد مرة أخرى أن هذا الأمر حقكم الدستوري، وحاشا الله أن نتدخل في قراراتكم. وشكرا سيد. شكرا لك. يعني معالي أبو صالح، إحنا فعلا مثل ما تفضلت مؤسستين يفصل بيننا دستور في الصلاحيات، لكن يجب أن الكل أن يتحلى بالصدر. اليوم طلعتنا حتى إحدى الصحف المحترمة بأن هنالك متنفذين ونواب، وكأن النواب غير متنفذين. إذا لم يكونوا متنفذين ما هو أثرهم على صنع القرار؟ نأمل أن يكون هنالك ضبط نفس ما بين الأخوة الوزراء، وأن يكون هنالك ردود إيجابية تحترم نظامنا الداخلي وتحترم الدستور والعلاقة الدستورية التي تربطنا. شكرا لكم الزملاء. ترفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء سيكون جلستين متتاليتين لاستكمال باقي جدول الأعمال أيضاً.